كان الجزء الرئيسي من تنشئتنا السياسية أن موسكو هي الداعم الرئيسي لقضايانا في مواجهة الاعتداءات العرب الغربية والاعتداءات الإسرائيلية. وربما كنا نمر بحالة نكران، أو ربما كنا نستبعد هذه الفكرة من أذهاننا، أن لموسكو أيضا حساباتها، وأن لموسكو أيضا مصالحها، وأن علينا أن نذكر هذه المصالح. لا نتوقع من موسكو أكثر مما تستطيع. أنا أنتمي إلى جيل كنا نشاهد بأم أعيننا انهيار الاتحاد السوفيتي، وكنا نحزن حزنا عميقا لهذا الانهيار، وكأننا نشاهد انهيارا ثانيا للخلافة الإسلامية. أنتمي إلى هذا الجيل الذي كنا نشاهد محاولات الانقلاب، أو محاولة الانقلاب في أغسطس عام 91 على التغيرات التي كان يقودها جورباتشوف، وكنا نهلل ونكبر لهذه المحاولة التي فشلت، وكنا نحزن حزننا بعد ذلك لفشل هذه المحاولة، لأننا نحن هذا الجيل ربما كنا نتعشم أن يستمر الاتحاد السوفيتي هذه الهيمنة التي كانت من وجهة نظرنا تواجه الهيمنة الغربية وتقف بجوار الحق العربي. وكنا نصطدم ببعض الحقائق عندما لا نجد هذا الدعم. العشرين سنة الماضية، في خلال العشرين سنة الماضية نحن نعيش مع روسيا. روسيا ليست الاتحاد السوفيتي، روسيا أخرى مرت بمراحل كثيرة، ونحن العرب ربما تأخرنا قليلا أو ربما كثيرا في فهم ما يجري في موسكو. يسعدني في هذه الجلسة أن أقدم المتحدثين: الدكتور عاطف عبد الحميد، أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة القاهرة، السيد سفير فاتسلاف ماتزوف، سفير روسيا السابق في واشنطن، السفير عباس خلف، السفير العراقي السابق في واشنطن، في موسكو. أعتذر. نبدأ بالدكتور عاطف، النظرة الأكاديمية ربما من بعد لما يجري بين العرب وروسيا. تحت الزر. بسم الله الرحمن الرحيم. عطر الله مساءكم بكل خير. صحيح أن النظرة التي سأتناولها هي نظرة أكاديمية، ولكني أيضا أنتمي لجيل له بعض من رائحة المعايشة في الواقع الروسي، فقد درست في روسيا لمدة 4 سنوات في فترة حرجة بين عامي 1997 و2001، وبالتالي هناك قدر من التجربة يمكن أن يعطي هذا العرض ولو بعض المصداقية. على أي حال، قبل أقل من شهرين تطلع كثيرون في العالم العربي إلى روسيا آملين أن تقدم موقفا إيجابيا لوقف العدوان الإرهابي الذي قامت به إسرائيل على سكان غزة، ولكن لسوء الحظ طال انتظار العرب ولم تقدم روسيا ما كان يتوقعه العرب. ومن ثم فتح الباب واسعا أمام تفسيرات متباينة على نحو ما حدث في جلسة هذا الصباح. البعض يرى أنه ليس من المنطق مطالبة روسيا بأن تؤدي دورا لم يقم به العرب أنفسهم في العواصم العربية المجاورة لغزة، والفريق الثاني رأى أنه ليس من المفترض بداية أن نطلب من روسيا شيئا، لأنها خلال العقدين الماضيين قد مر عليها كثير من الأحداث التي وقع فيها العالم العربي في أزمات لا تقل قسوة عما حدث في غزة، ولم تتجه اتجاها إيجابيا يلبي طموحات العرب. على أي حال، إذا أردنا أن نحصل على تفسير دقيق لدور روسيا في المشكلات العربية، فلابد أولا أن ندرس ما الذي جرى في روسيا خلال العقدين الماضيين حتى يمكن أن نرسم العلاقة معها بناء على تفهم انشغالات روسيا الدولية والإقليمية. سأحاول في العرض المختصر أن أقدم للقوى التي سيطرت على روسيا، قوى الطرد المركزية وقوى الجذب المركزية، التي أدت إلى انشغال روسيا خلال عقدين كاملين بمشكلات عالمية وإقليمية ومحلية. وسنرمز إلى العقد الأول الممتد من عام 1991 منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وحتى عام 2000، ذلك الحدث التاريخي الذي تحولت فيه القيادة الروسية إلى منهج جديد بالعقد الأول ونعطيه اللون الأصفر، والعقد الثاني من عام 2000 إلى عام 2009 أو حتى اللحظة الحالية.
إذا تتبعنا قوة طرد فعلى مستوى المؤسسة الحاكمة، عانت روسيا خلال العقد الأول من ما سمي بالتوجه الليبرالي، ولكنه كان في الحقيقة توجها فوضويا تداخل فيه العام والخاص، وفقد المواطن الروسي ثقته في الحكومة قبل أن يفقدها المواطن العربي والعالمي. على مستوى المؤسسة العسكرية، خرج الجيش الروسي بحطام السوفيتية، وكان متوقعا أن يلقى هزيمة وانكسارا في الحرب الشيشانية. النظام الاقتصادي كان متوقعا من التوجه الليبرالي على الأقل من حيث الاسم أن تحدث عدة أزمات اقتصادية بدأت في النصف الأول من التسعينات بما عرف باسم العلاج بالصدمات، حيث قدم عدد من الخبراء الصدمات ولم يقدموا العلاج، وارتبط ذلك أو أثر بشكل أساسي على النظام الاجتماعي في روسيا، حيث شهدت البلاد تدهورا اجتماعيا كبيرا ارتبط بتناقص ديموغرافي. كثير من الشباب والعلماء هاجروا من روسيا إلى عديد من دول العالم، وبالطبع كانت إسرائيل المحطة الأساسية لهذه الهجرة، سواء للروس الذين كانوا يهودا من حيث الأصل أو الذين اشتروا أوراقا مزورة بأنهم يهود حتى يجدوا فرصة للخروج من هذه الدولة في تلك الفترة الحرجة. أدى التناقص الديموغرافي والتدهور الاجتماعي إلى ظهور أمراض لم يكن الشعب الروسي يعرفها من قبل، مثل الزينوفوبيا واضطهاد الأجانب والاعتداء على العناصر القومية الأخرى، وحدث نوع من التوتر بين القوميات، ومول وشحن هذا التوتر الأحداث التي جرت في الشيشان. على مستوى العلاقة بين السلطة والمعارضة، كان عقد التسعينات أو العقد الأول قد شهد تعددية حزبية وإعلام متنوع المقاصد، ولكن حتى نعطي كل شيء قدره، هذا الإعلام المتنوع في مقاصده جرب في الشعب الروسي كل شيء، يعني عقود طويلة من ما يمكن أن نسميه بالحرمان الإعلامي أدى إلى كوارث، فقد تم تجريب كل ما هو ممنوع من صحافة البورنو وحتى تلفيق الفضائح السياسية للمعارضين للقضاء على مستقبلهم السياسي. لكن عام 2000 قد جلب معه تغيرا محوريا في قوى الطرد المركزية، فبتغير المؤسسة الرئاسية ظهرت روسيا بتولي الرئيس السابق ورئيس الوزراء الحالي فلاديمير بوتين قيادة البلاد سلطة مركزية، وجهت البلاد بقبضة أو بسلطة أشرفت على المناطق التي كانت تسعى للانفصال والمناطق التي كانت بعيدة أصلا عن سلطة الكريملين، وكان منطقيا أن يحدث إعادة للبناء على مستوى المؤسسة العسكرية، وقد جلب ذلك النتائج المثمرة في اكتساح الشيشان أو حسب ما يسميه الروس الانتصار في الشيشان، ومؤخرا في العام الماضي الانتصار في حرب جورجيا، والتي تعتبر أول حرب تخوضها روسيا خارج الحدود الفيدرالية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي أقصد. على مستوى النظام الاقتصادي، كان متوقعا بعد هذه التغيرات أن يحدث نمو اقتصادي، وإذا أردنا الدقة لم يكن هذا النمو الاقتصادي ناتج عن خطة جديدة، أو وإنما استفادت روسيا من ارتفاع أسعار النفط والغاز وعودتها إلى سوق السلاح. على مستوى النظام الاجتماعي، شهد العقد الثاني نزوعا نحو الاستقرار، وتبع ذلك مراجعة لمنظوم القيم. في المقابل، إذا كانت العلاقة بين السلطة والمعارضة قد شهدت تنوعا وقدرا من الحرية في العقد الأول، حدث تراجع في تلك التعددية، وسيطرت على روسيا موجة من الإعلام شبه الموجه الذي مؤخرا بدأ يخرج إلى العالم في صورة قناة روسيا اليوم باللغتين وعدد من مواقع الإنترنت، ولكن في العقد الثاني كان الإعلام يؤدي دورا أساسيا هو محاولة التخلص من تلك العبثية والفوضى التي سادت في العقد الأول. إذا انتقلنا إلى قوى الجذب التي سيطرت على روسيا، ارتبط بالطبع الأوضاع الداخلية على سمعة روسيا الدولية، ففي العقد الأول في غير مرة أشاروا إلى روسيا بأنها ليست أكثر من دولة من دول العالم الثالث، وأحيانا وصفت بأنها دولة المافيا وتصدير الرقيق، وفي بعض الأحيان حينما انتهى عقد التسعينات سميت باسم مملكة نفطية، وطبعا هذه المصطلحات كتبت في مراكز الأبحاث الغربية، ونتيجة ضعف الترجمة من اللغة الروسية إلى اللغة العربية فقد نقل الصحفيون والإعلاميون العرب مثل هذه المصطلحات إلى القارئ العربي. في العقد الثاني تحولت بعض المصطلحات إلى شكل أفضل نسبيا، فعرفت روسيا باسم دولة القيصر فلاديمير، طبعا في إشارة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، وبعد 3 أو 4 سنوات سميت باسم روسيا البوتينية
كمنهج جديد سمي في هذا الصباح باسم الحكم الوطني، وسمي في الولايات المتحدة باسم الحكم الوطني المستبد. وقبل عامين فقط تغير هذا الاسم إلى روسيا تبحث عن تقديم نفسها كقطب دولي قائد التشكيل. على مستوى اختراق الأمن القومي الإقليمي، منيت روسيا في خلال العقدين بعدد من الخسائر. في العقد الأول شهدت روسيا مجبرة توسيع حلف الناتو على حساب الجمهوريات السوفيتية السابقة، وبشكل أساسي كانت الضربة الموجعة في ضم دول البلطيق إلى هذا الحلف واختراق عدد من الدول الاشتراكية والشيوعية سابقا. ولم تستطع روسيا أن تقدم شيئا أمام حصار العراق، ثم وهو الوضع الذي أدى في النهاية إلى غزوه واحتلاله. كما كانت الخسارة الأكبر على تخوم روسيا الجنوبية هي اختراق جورجيا من قبل المؤسسات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ومؤسسات حلف الناتو. في العقد الثاني لم تتوقف التداعيات السلبية على الأمن الإقليمي، فقد اضطرت روسيا لا أن تسكت هذه المرة عن غزو أفغانستان، وإنما أن تشارك فيه. ووقعت بين اختيارين أحلاهما مر: إما أن تترك نظام طالبان الأصولي ينتشر في دول آسيا الوسطى وبالتالي إلى القوقاز، وهنا نتحدث عن أن كل مشكلة كانت تحدث في الشيشان أو أسماء القادة الذين كانوا يقودون العمليات العسكرية حينما كان يقدم السيرة الذاتية، نجد محطة أفغانستان لعدد كبير منهم. فإما أن ترضى بأن تبقى أفغانستان، وإما أن تترك القوات الأمريكية وقوات النيتو تدخل إلى هذه المنطقة على عتبات البيت الروسي. رضيت روسيا بذلك وتحملت النتائج الأكثر سوءا، فقد سقطت أوزبكستان وقرغيزيا أمام الإغراء إن لم يكن الإغواء الأمريكي بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها. واختتم هذا العقد بموقف أكثر سوءا، وهو انفصال كوسوفو عن السلاف الإخوة الجنوبيين في يوغوسلافيا السابقة. على مستوى التركة السوفيتية ما زالت قوى الجذب تشهد صراعا قويا. ففي العقد الأول شهدت روسيا تراجعا في آسيا الوسطى وحربا باردة مع جورجيا، وبقيت حربا باردة، وتقارب مع أوكرانيا ووحدة سلافية مع بيلاروسيا كانت النواة لإقامة اتحاد سلافي كان من المأمول أن يضم أوكرانيا ويوغوسلافيا وبيلاروسيا وكازاخستان وعدد من الدول التي كانت توجد بها أقلية أو جماعات أو تجمعات روسية خارج الحدود. في العقد الثاني حاولت روسيا أن تعود إلى آسيا الوسطى، لم تحقق نجاحا كافيا، واضطرت في النهاية إلى خوض حرب مفتوحة مع جورجيا. وخسرت أوكرانيا خسارة نهائية بانضمامها إلى المعسكر الغربي. ولسوء حظ روسيا أيضا تجمدت مشروعات الوحدة مع بيلاروسيا. مسلسل من الخسائر في التركة السوفيتية. بقيت فقط منطقتان، الأولى هي الترانس دينيستر في مولدوفا ومنطقة كاراباخ، وترصد روسيا ما يجري في هاتين المنطقتين بعين المراقبة والرصد. بحسب بعض المحللين يمكن أن تعود إليهما روسيا وقت الحاجة، ويمكن أن تبقي عليهما كنزاعات مجمدة لحين استغلالهما في الوقت المناسب. على مستوى المد القومي والديني، في العقد الأول عانت روسيا من انتشار كما ذكر هذا الصباح أفكار دينية وقومية لم تكن تعرفها روسيا في العقد أو في العهد الشيوعي، ولا مثل الحركات الإسلامية المسلحة. وبشكل أساسي ترجمت عدة كتب عن الحركات السلفية والوهابية، وكان ما يحدث في الشيشان والقوقاز هو المعين الذي لم ينضب خلال العقدين حول ماذا تريد الحركات الإسلامية الراديكالية من روسيا. كما عانت روسيا في العقد الأول من محاولات تغلغل أو إقامة أو إحياء الجامعة التورانية عبر التحالف بين تركيا وأذربيجان، وحاولت في المقابل أن ترد بإقامة الجامعة السلافية. في العقد الثاني نجحت روسيا بعد القضاء على مشكلة الشيشان في حصار ووضع المد السلفي في أضيق حدوده، كما تراجعت المحاولات إحياء الجامعة التورانية، وبالتالي أو في نفس الوقت فشل المد السلافي. في مطلع العقد الثاني عرفت روسيا وكل الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي مصطلحا لم يكن معروفا من قبل، وهو الثورات الملونة. فوجئت روسيا وعدد من الدول الشيوعية سابقا بأن مؤسسات التمويل الأمريكي التي ظلت تعمل في الظلام خلال عقد أو أكثر مدت عددا من مراكز الأبحاث وتغلغلت في وسط الأحزاب، فأفرزت ثورة عرفت باسم ثورة الورود في جورجيا، والثورة البرتقالية في أوكرانيا، وثورة التيوليب أو الثورة الصفراء في قرغيزيا.
والصفراء دلالة على اللون وليس على الوجه. إذا حاولنا أن نضع هذين النوعين من القوى، قوى الطرد وقوى الجذب، في اتجاه محصلة توجه روسيا على الساحة الدولية، وما رفع مؤخرا أو بالتحديد في العامين الماضيين أن روسيا تتوجه لمحاولة استعادة مكانتها كقطب دولي، سنجد أن روسيا تمارس على الجبهات التالية. على مستوى القوى العسكرية، تحاول روسيا من جديد أن تعود إلى سباق التسلح، ليس فقط لمواجهة الدرع الصاروخي ومحاولات أمريكا والنيتو التغلغل في التركة السوفيتية السابقة، وإنما أيضا لتقديم مصدر من مصادر الدخل للميزانية الروسية ببيع هذه الأسلحة إلى عدد من دول العالم الثالث. لم تستبعد روسيا الحرب المفتوحة كشكل من أشكال التنفيس عن فائض القوى في مناطق مكدسة بالأسلحة ومكدسة بالقوى العسكرية كما هو في جورجيا. ولا تستبعد روسيا الشراكة العسكرية كما حدث مؤخرا قبل أسبوع، اتفقت روسيا مع حلف الناتو عن توفير ممرات جوية وأرضية عبر حلفائها في آسيا الوسطى لدعم القوات التي تحتل أفغانستان بشراكة الروسية. وعلى مستوى الانتشار العسكري، أيضا تابع كثير منا كيف وصلت قطع عسكرية بحرية روسية إلى ميناء البحر الكاريبي، وهو هي صور ربما داعبت خيال البعض خلال العقد الماضي في روسيا وفي خارجها. على مستوى التحالفات الإقليمية، لم تحقق روسيا نجاحا رغم أن هذا واحد من أهم المسارات التي يمكن روسيا أن تعود بها إلى استعادة موقعها كقطب دولي، فقد حاولت على مدى العقدين تشكيل منظومة من التحالفات تحت مسميات مختلفة مثل كومنولث الدول المستقلة، منظمات الأمن الجماعي، منظمة شنغهاي، العلاقة التحالفية الاستراتيجية مع الهند والصين على المستوى الآسيوي ومع ألمانيا وفرنسا على المستوى الأوروبي، ولكن حتى الآن ما تزال هذه التحالفات لا تحقق الهدف المرجو. على المستوى الاقتصادي، تتمحور أدوار روسيا اقتصاديا فيما يعرف أو ما يسمى مرة أخرى في الغرب باسم إمبراطورية غازبروم، وهي المسارات التي تتحكم فيها بالتعبير الأمريكي أو تمد فيها روسيا بالتعبير الروسي أوروبا بما تحتاجه من غاز عبر السد الأزرق في تركيا وبحر البلطيق المشروع المتوقع إلى ألمانيا وخط دروجبا الذي يمد أوروبا بالطاقة. وإن كانت روسيا لا تستبعد كل عام وأكثر تعيد تسعير الغاز حتى تتخاطب مع دول خرجت عن دائرتها الفلكية مثل أوكرانيا بأنها يمكن أن تمارس معها دورا تفهم هذه المرة، وهو رفع أسعار الغاز كل عام بما يتناسب مع السوق الدولية. انتهجت روسيا في السنوات الأربع الماضية اتباع منهجا يتبع الحكمة الشهيرة، إذا لم تستطع أن تقهر أعدائك فانضم إليهم. حاولت روسيا أن ترمي بنفسها في عقر دار من كانت تتخاصم معهم من قبل، فالدول العربية السلفية حققت معها روسيا تقدما كبيرا. منظمة المؤتمر الإسلامي سمعنا اليوم مطالبة بأن تكون روسيا عضوا دائما، ومع تسليمنا بأن في هذا المطلب حق مقبول، ولكن الحسابات التفصيلية حول هذا المطلب والدور الروسي قبل وبعد الانضمام ربما تحتاج إلى جلسة مستقلة أو حوار مستقل. كما بالطبع صادقت روسيا خصومها في حلف الناتو كما أشرنا إلى من قبل قليل في أفغانستان وغيرها. تبقى في النهاية روسيا على خلاف الوسائل التقليدية التي تتبعها للعودة إلى مكانتها كقطب دولي، تبقى تبحث عن أو من يرشدها لتحقيق أو استخدام أساليب القوى الناعمة، فهي ما زالت بعيدة عن استغلال مؤسسات الدعم والتنمية، لم تحقق القدر الكافي من نشر المراكز الثقافية والبحثية، لم تقدم منظومة إعلامية دولية بالقدر الكافي، وإن كنا نستثني هنا النجاح الباهر دعنا نقول لروسيا اليوم باللغتين الإنجليزية والعربية. ولعل أضعف ما في هذه القوى الناعمة هو افتقار روسيا لما يسمى بالرسالة الأيديولوجية. حينما تتحدث اليوم مع كل الأصدقاء الذين يحاولون أن يعيدوا روسيا إلى عدد من المناطق والأقاليم، يسألونك عن ما هي الرسالة، حتى ولو كان شعارا. في الصباح استمعنا إلى شعارات حقوق الإنسان، أو اليوم روسيا لا تقدم أي شعار مثل ربما مؤخرا ظهر ما يسمى بالديمقراطية الشرقية، وهو مصطلح أعيد ترتيبه أو أعيد تنقيته من المصطلح الأمريكي الديمقراطية الاستبدادية. وتقوم فكرة الديمقراطية الشرقية في روسيا على أن الميراث الأسيوي وطبيعة الدولة الأورو أسيوية مثل روسيا ومعها عدد من دول المشرق العربي ودول آسيا تحتاج أو يناسبها قدر من الديمقراطية يناسب ظروفها التاريخية بقدر أو يتفق مع ظروفها التاريخية، ولا يأتي ترجمة مباشرة للنسخة الغربية من الديمقراطية.
لم تكن هذه العوامل تعمل منفصلة، وإنما كانت كلها تعمل وفق نظام يربط المؤسسة الحاكمة بالمؤسسة العسكرية، الانهيار الاقتصادي بالانهيار الاجتماعي، النظام الاجتماعي وارتباطه بالمد القومي الديني، اختراق الأمن القومي ارتبط بالمؤسسة العسكرية، التحالفات الإقليمية كانت أيضا ردة فعل على الاختراق الأمن الإقليمي، كما نرى المنظومة التي حكمت التطور الذي حدث في روسيا خلال العقدين الماضيين كفيلة بأن تقدم لنا ولو على الأقل يعني بعضا من الضوء نسترشد به حين نبحث عن مكانة لروسيا في القضايا العربية. روسيا في العالم العربي، إذا أردنا أن نضع هذه المنظومة أمام أعيننا ونحن نتحدث عن ماذا يمكن أن تقدم روسيا في العالم العربي؟ لسوء الحظ في هذه المرحلة يجب، وهذه وجهة نظر شخصية، يجب ألا ننتظر من روسيا أكثر من حلول الوسط، الحل الكومبروميز أو البحث عن منطقة وسطى، الألوان الناصعة، التحالفات المكشوفة لن تقدم عليها روسيا في المستقبل المنظور لعدة أسباب. فعلى مستوى العلاقة مع الفلسطينيين وإسرائيل لا يمكن إنكار دور جماعات الضغط اليهودية في روسيا، نحو مليون روسي سابق يلعبون دورا مهما في إسرائيل، كما أشار في الصباح بعض المشاركين إلى اليمين المتطرف الذي يتزعمه الآن بعض العناصر ذوي الأصول الروسية السابقة أو السوفيتية إن أردنا الدقة. كذلك لا يمكن لروسيا أن تستبعد في علاقتها مع إسرائيل دور إسرائيل في دول القوقاز وما قامت به مؤخرا في حرب جورجيا، كما أنه في المقابل تتفق روسيا مع إسرائيل من حيث المبدأ على ضرورة محاربة التطرف الإسلامي، ولا تخفي روسيا أنها تتبع منهجا إزدواجيا في التعاون مع بعض التفاصيل في القضية الفلسطينية، فهي في وقت تستقبل قادة حماس باعتبارهم الممثلين الديمقراطيين عن الشعب الفلسطيني، ولكنها في نفس الفترة تدرك حركة الإخوان المسلمين وهي الرحم الذي خرجت منه حماس على قائمة الإرهاب الدولي. العلاقة مع روسيا أيضا لا يمكن نظر إليها كتلة واحدة، فروسيا لا تستطيع أن تستبعد وضع إسرائيل وواشنطن وتراعي متطلباتهم. أيضا روسيا تخشى من اختلال النظام الأمني في الإقليم. ما هي المصلحة لتسليح روسيا وإيصالها إلى قوة إقليمية؟ ما هي المصلحة التي تعود على، بالعكس ستحدث بعض الحسابات التي لا تأتي بخير للقوة الإقليمية، كما أنه الوضع الحالي لسوريا في عدم تكافؤ القوة يسمح لروسيا بعودة بعض الأشكال القديمة من العهد السوفيتي كإقامة قواعد عسكرية أو وضع بعض قطع من الأسطول أمام السواحل السورية، وكذلك سيتأثر لبنان إن حدث هذا الاختلال في القوة. على مستوى العلاقة مع الخليج العربي، تفصل روسيا بين ما هو اقتصادي وما هو ايديولوجي، فهي تمضي بشكل متحمس لعقد استثمارات وشراكة تجارية وتعمل على التنقيب عن النفط والتحالفات لتصدير الغاز، لكنها حريصة في ذات الوقت أن توصل بلغة عربية واضحة أنه لا بد من تكثيف منابع الدعم المالي الذي تقدم في العقد الأول للانفصاليين عن روسيا في الشيشان، والأهم من تكثيف الدعم المالي هو تكثيف الدعم الإعلامي، وقد مضت ربما هذا ليس من الأشياء المعلنة عدة دول في الخليج العربي ودول المشرق العربي اتفاقات إعلامية بعدم المساس بالقضايا التي تخص الوضع في الشيشان وما شابه ذلك، لأن ذلك يثير كراهية وحساسية بين الشعبين الروسي والعربي. كذلك تحاول روسيا أن تقترب بحذر من الخليج، كما أشار الدكتور إبراهيم عرفات التنوع المنتصرين، أو كما يمكن أن نشبهه بأن روسيا تؤمن بأن قمة العالم ليست مدببة وإنما مسطحة، فهذه القمة مسطحة تسعى لروسيا وأمريكا وغيرها، ومع اعتذارنا لما قدم في الصباح من أن روسيا لم تكن لها أطماع في العالم العربي، صحيح لأنه كانت هناك طموحات وأطماع في أماكن أخرى من العالم. وعلى مستوى العلاقة مع إيران، تتعامل روسيا مع إيران بحذر، تحاول استخدام ورقة تستخدم التسليح أو دعم إيران بالطاقة النووية كورقة ضغط على واشنطن ومواجهة هيمنتها على الخليج، وتحاول أن تدعم ما كانت روسيا فيما وراء الدائرة السوفيتية، واستنادا على تاريخ روسيا السابق مع إيران وما كانت تمثله من سيطرة على شمال إيران قبل أكثر من 100 سنة. وكذلك رغم كل هذه الجهود الإيجابية، ما زالت روسيا أيضا مع إيران تمارس حلول الوسط، ف حسب ما يمكن أن نترجم من عدد من الأساتذة والباحثين في روسيا، هناك خطر كبير من ظهور دولة نووية إسلامية على الحدود الجنوبية لروسيا،
وليس من مصلحة أي قائد وطني قومي لديه رسالة لروسيا في المستقبل أن يمهد الطريق لظهور هذه القوة. وبالتالي يمكن أن نجد في بعض الفترات دعم للمشروع النووي الإيراني، وفي فترات أخرى محاولة عرقلة أو تجميد هذا المشروع، ربما محاولة لاكتساب الوقت أو البحث في المستقبل عن وسائل أخرى. كما أن تدعيم إيران بالأسلحة النووية كما يظن الشارع الإسلامي سيؤدي بالطبع إلى خلل إقليمي عسكري، وليس في مصلحة إسرائيل التي يصعب فصل علاقاتها مع روسيا بشكل كافي. إذا كان هناك وقت يمكن أن ننتقل إلى نقطة ثالثة، وإن لم يكن أرجئها إلى المداخلات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور عاطف. شكرا على هذا التحليل الذي أعادنا بالذاكرة إلى تفاصيل كنا ربما نسيناها في 20 سنة الماضية، ربما من المفيد أن نسترجعها ونحللها ونقرأها مرة أخرى. هذه الصورة التفصيلية التي رسمها الدكتور عاطف، نريد أن نستمع إلى سعادة السفير فاتسلاف ماتوزوف. كيف ترى هذه الصورة أنت من داخل روسيا؟ كيف يمكن لروسيا أن تعبر عن نفسها لنا نحن العرب، وليس كما نقرأها نحن العرب من خلال الترجمات والقراءات والزيارات؟ كيف تفهمون العلاقات العربية الروسية؟ شكرا سيد الرئيس، شكرا على الجزيرة لتقديم الدعوة لمشاركة في هذا الندوة المهمة. طرح هذا الموضوع، موضوع علاقات روسية عربية، برأيي أنا هذا تتناول المصالح، ليست مصالح الدول العربية وروسيا فحسب، ولكن هذا لا شك أن علاقات الروسية العربية تتأثر على السياسة العالمية ككل، لأنه روسيا كما ذكروا أكثر من مرة في هذه القاعة اليوم هي جزء من العالم الإسلامي، ولكن هي في نفس الوقت جزء من العالم الغربي، من العالم المسيحي. وإذا أحيانا يحاول أن يظهر أن روسيا تحولت إلى دولة درجة ثالثة أو عشرة، وأنها ليست دولة الكبرى، أنها دولة إقليمية أكثر شيء، أنا أنصح لهؤلاء الناس أن أنظروا ألقوا نظرة على خريطة الجغرافية. روسيا تنتشر من المحيط الهادي إلى بحر البلطيكي. هذا القارة أو قارتين، روسيا لا يمكن أن يكون صغيرة، حتى إذا تحب أحد أن يصغر روسيا أكثر ما ممكن. حجم روسيا جغرافي هو يجبر عليها أن يكون تاريخيا الدورة العالمية كبرى. إمكانيات اقتصادية الذي لا يملك ولا دولة في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديهم ثروة طبيعية. عالم العربي تملك بترول والغاز، روسيا تملك كل شيء. روسيا كانت تعيش 60 أو 70 سنة على اكتفاء ذاتي، اكتفاء لا تستغل إمكانيات دول أخرى، ولا تستغل الناس في خارج أراضي روسيا. لذلك عندما نحن اليوم نطرح الموضوع علاقات روسية عربية، أنا شخصيا أنظر هذا الموضوع عبر الزاوية علاقات روسيا مع العالم الإسلامي. هذا النقطة الرئيسية في هذا الوقت بالذات، لأنه عالم تدخل في قرن 21 مرحلة خطيرة، تتغير الآن برأيي أنا كل القوانين الدولية. ممكن أن نقول أن نستطيع أن ننسى تلك القوانين الدولية التي كان يقود المجتمع العالم خلال 50 سنة أو بعد حرب العالمية الثانية. دستور الأمم المتحدة اليوم لا تعمل على مستوى المطلوب. خربوا الدستور الأمم المتحدة، خربوا قوانين الدولية منسجمة في قرارات مختلفة من معاهدة جنيف، كيف يتعاملوا مع دولة الاحتلال، كيف يتصرفوا مع الفلسطينيين على أراضي المحتلة، خرقا على كل قوانين
معنوية إخلاقية وشرعية. لذلك برأيي أنا العالم اليوم تدخل المرحلة الجديدة، والقيمات المادية التي كان نحن نعتمد، الروس والعرب والعالم الإسلامي نعتمد عندما نتكلم عن القوانين وإقامة علاقات بين دولة ودولة، تتغير شروط العلاقات جديدة تتبلور هذه الأيام، هذه السنوات، خلال المعارك، خلال اصطدامات في غزة، اصطدامات على الساحة الفلسطينية، اصطدامات في العراق، في أفغانستان، وفي روسيا في داخلها. روسيا تعيش يصطدم مع هذه المرحلة، هي تجاوزت مرحلة الخطيرة جدا. أنا فقط أذكر مثل واحد، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 في شهر أغسطس، خلال 5 سنوات أصبحت اقتصاد الذي كانت روسيا الذي كان يملك الدولة السوفيتية، وجدنا أن هذا الاقتصاد 65% تملكه 7 أشخاص. خلال 5 سنوات كل الثروات الطبيعية الروسية أصبحت ملك الخاص لسبعة أشخاص، وأشخاص هذا الواقع مع الأسف مؤسف، واقع الذي ذكر عنه في ديسمبر 1995 واحد أوليغارخ الروسي تلك الأيام بوريس بيريزوفسكي في تصريحه الشهير لمجلة أمريكية وول ستريت جورنال. التصريح والحوار معه كان لأقصى درجة صريح. شو قال؟ قال أن نحن 7 أوليغارخ نملك 65% من اقتصاد روسيا، 95، وكان يسمي اسم، أنا أكرر هذا الأسماء: بوريس بيريزوفسكي، فلاديمير غوسينسكي، ميخائيل خودورковский، ليونيد نيفزلين، بيوتر آلين، ميخائيل فريدمان. هذا كان تصريح وول ستريت جورنال ديسمبر 95. في أكتوبر 95، شهرين قبل هذا التصريح لوول ستريت جورنال، كل الصحافة الروسية نشرت الخبر أنه في روسيا أسست المؤسسة الاجتماعية الجديدة اسمها مؤتمر يهودي روسي. من مؤسسين لهذا المؤتمر اليهودي الروسي كان 7 أسماء مؤسسين، أنا لا أكرر هذه الأسماء. نفس الشخصيات. لذلك إذا نعمل هذا الصورة وهذا، نحن نستنتج أن روسيا في وسط التسعينات أصبحت في اليد تلك القوة التي دمرت الاتحاد السوفيتي، والتي كانت تملك 65% من الاقتصاد الروسي. ولذلك عندما كان بيزنس عربي متوجع على روسيا، هو كان يصطدم مع قدرة قوية في داخل روسيا. أحد الشركات قطرية كانت في طليعت تلك الشركات الأجنبية التي أعطت إلى موسكو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ماناي جروب، فتحوا أكبر المحل التجاري في قلب موسكو قرب الكرملين، آيريش هاوس، تحت علم إيرلندي. يعني استدموا، انسحبوا من الشاشة الاقتصادية. وعلى هذا الأساس تجربة عرب والروس في هذا المجال واضحة. كيف نحن ننظر على روسيا اليوم؟ مش قناة روسيا اليوم، ولكن على روسيا من زاوية اقتصادية اليوم. تتغير ظروف أنا بعد وصول إلى السلطة فلاديمير بوتين أم على فين؟ بعد مرور عدة سنوات نحن الآن
نشاهده. باريس بيريزوفسكي اليوم في لندن ينظم على حساب بتعاون مع الاستخبارات المركزية الأمريكية برأي أنا دعما منهم، ينظم الحملة ضد روسيا لكي يعمل انقلاب سياسي على السلطة الروسية اليوم. فلاديمير غوسينسكي أوليغارح الآخر مواطن يتجول بين إسرائيل وبين إسبانيا لأنه هو يحمل جنسية إسبانية، ليونيد نيفزلين موجود في إسرائيل أحد أوليغارخ إسرائيلي. ما بقيت هناك، ميخائيل خودوركوفسكي تعرف أن كل عالم الغربي اليوم متضامن معه لأنه في سجن بلا مليارات بلا أي شيء. هذا هو عندما يسألون شو نتيجة 8 سنوات من وجود في رئاسة روسيا الفيدرالية فلاديمير بوتين، أنا أجيب على هذا السؤال جوابا واحدا، هو أنقذ روسيا كدولة من الخطر. إبادة روسيا كدولة مستقلة، دولة موحدة ودولة ذو الأراضي تابعة للشعب الروسي. طبعا في روسيا 25 مليون مسلم، ولكن لا ننسى أن هناك 120 مليون أرثوذكس. أحيانا يقولون أنا متعددة ديانات، ليست متعددة ديانات. أكبر أديان في روسيا هي مسلمين والأرثوذكس. أنا لا أحسب اليهود أو بروتستانت هذا أو كاثوليك، حتى هذا ليست كمية التي ممكن أن نقول أنها جزرية يمكن أن يؤثر. ولذلك إذا نحن نتوجه اليوم إلى روسيا، طبعا نحن نتوجه على طريقة زميلنا السيناتور الروسي الشهير سيد زياد سبسبي، شخص محترم، وطبعا هو يمثل القسم الإسلامي الروسي، ولكن نحن كأرثوذكس ننظر على العالم الإسلامي كشركاء في تلك المعركة المصيرية. شركاء لماذا؟ لأن نحن مثل العالم العربي مثل العالم الإسلامي معرضين للضغط الأمريكي الغربي، وعندنا أسس إيديولوجية واحدة، لأن الدين الأرثوذكسي شبيه لدين إسلامي، لا ربع، النظام الاقتصادي مبنيا على نفس المبادئ. هذا ممكن أن نقول أن هذا هي أسس الروحية التي يعطي جسرا متينا بين روسيا والعالم الإسلامي. وشيئا ثانيا، ناحية سياسية، أنا مع الأسف الشديد ما جبت فلاش هون، ما دبطت صورة كنت أحب أن أعرض عليكم، ولكن عن البعيد أنا أحب أن أعرض عليكم خرائط بيترز. خرائط بيترز Blood Borders of Middle East، الحدود الدموية لشرق الأوسط. هذا مجلة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. رالف بيترز رجل استخبارات العسكرية الأمريكية يخدم في أركان الحرب، أستاذ في أكاديمية عسكرية الأمريكية، نشرت هذا المقال في وارمت فورس جورنال 2006 عندما كانت هجوم الإسرائيلي على لبنان، عندما كانداليزا رايس قالت أنه في نار الحرب الإسرائيلية ضد لبنان تتبلور شرق الأوسط الجديد. كنا نسمع هذا الكلام، ولكن ما كان نتصور وين الخريطة الجغرافية لتلك الشرق الأوسط الكبير والجديد. هذا هو الخريطة التي نشرها مجلة وزارة الدفاع الأمريكية. يعني العراق منقسم على 3 أقسام، ومنها دولة الشيعية تحت يأخذ قسم الشرقي لسعودية،
وخوزستان من إيران دولة واحدة. لا هذا لا أستطيع. لا أستطيع. كردستان دولة مستقلة تأخذ أراضي تركيا تصل إلى حتى البحر الأسود. والسعودية تنقسم على ثلاث أقسام ولا دولة الفلسطينية. لا حديث عن دولة الفلسطينية. نفي هذا رسميا حكومة الأمريكية. ولكن لا صدفة أن مثل هذه الخرائط تنشر في مجلة رسمية. مثل هذه الخرائط موجودة ليست فقط بالنسبة للشرق الأوسط، هي موجودة بالنسبة للكوكاز، هي موجودة ومطبقة لكل روسيا الفيدرالية. في تقارير Global Report National Intelligence Committee of the United States نشروا العالم في 2025 ويقولوا أن حتى 2012 روسيا كدولة موحدة تنتهي تنقسم على ثلاثة أقسام. شغل مين هذا؟ هل هذا صدفة أن العراق كانت مطبق تقريبا مشروع على وشك تطبيق؟ استدموا في جورجيا مع روسيا فجوا، لأن تعودوا أن بوريس يلتسين وجماعته كانت يتنازلوا خطوة خطوة أمام الأمريكان. استدموا مع موقف الروسي. صحيح اليوم يوجهون إلى روسيا لوم كبير، وين روسيا؟ وينها على حياة سياسية في هذه المنطقة؟ تحترق الأرض الفلسطينية، تحترق قطاع غزة. موقف روسيا معتدل. اتهامات موجهة إلينا دائما. أنا أقول أن موقف روسي ممتاز متوازن، ليست لمصلحة فلسطينيين والعرب أن يدخل المعارك المسلحة ولا مع أمريكا ولا مع الغرب ولا مع إسرائيل. البندقية لا تعطي اليوم للفلسطينيين حق. 25 سنة أنا كنت مسؤول في موسكو عن علاقات سوفيتية مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومن بدايات لهذه المنظمة. مع الأسف الشديد سفير حيري الأريدي من أبو ظبي ما إجى اليوم، لأنه هو كان يعرف علاقاتنا معه عمره 30 عام. كيف كانت دولتنا نحن السوفيتية كيف نركب نكون منظمة تحرير فلسطينية ممثل الشرع الوحيد للشعب العربي الفلسطيني. المهمة كانت لأقصى صعوبة. أسهل طريقة هذا تأخذ البندقية قنبلة ألقي القنبلة على واحد مواطن إسرائيلي وأنت أبداي. ليس هذا الطريقة التي تؤدي إلى النصر. وكما أكدت التاريخ أقوى ضربة على متانح إسرائيلية في المنطقة وجهت بمواقف السياسية معقلة التي أخذت منظمة التحرير الفلسطينية. نحن كنا نميز، كان عشرات منظمات فلسطينية أمامنا أمام السوفييت، جبهة شعبية، جبهة ديمقراطية، جبهة فلسطينية، قيادة العامة، و و و و فتح أبو صالح، فتح أبو نيدا، ما بعرف شو، يعني عشرات. كما قالوا أنا أبوات عندنا كثير. ولكن نحن كنا ننطلق دائما من موقف واحد. نحن كنا نفهم أن المجتمع العالمي يرفض هؤلاء الذين يستعملوا أساليب غير مقبولة عالميا. ولكن كيف ننسجم مصالح فلسطينية
وموقف المجتمع العالمي. اخترنا، اشتغلنا، اشتغلنا وأيدنا. أنا أذكركم مجلس الوطني الفلسطيني 88 في الجزائر، أنا كنت أجنبي وحيد في داخل، ما كانت غيري أنا من كضيف من موسكو، أنا كنت في الداخل. استدامنا، أنا تجاوزت صلاحياتي حتى تلك الأيام، دفعت ثمن على هذا فيما بعد. سعد سفير، بس قبل أن يداهمنا الوقت، هل يعني أريد فقط منكم أن تلقوا مزيد من الضوء على 20 سنة الماضية؟ نحن بالطبع هذا الحديث عن السياسات الخارجية الروسية وتقاطعها مع المصالح العربية أو تنافرها معها في السنوات ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي قد يطول، ولكن في الدقائق الأخيرة من مداخلتكم أريد أن تلقي مزيد من الضوء على كيف يمكن لنا نحن كعرب أن نفهم السياسة الروسية في عهد بوتين وما بعد بوتين اليوم في اتجاه القضايا العربية، لأنها يعني ملتبسة بالنسبة للمواطن العربي. برأيي أنا ليست هناك أي خطورة أن روسيا تتنازل أمام دعم من الدعم لموقف العربي. إذا تشاهد اليوم ما يجري على الساحة العربية، روسيا كل استراتيجية ودبلوماسية روسية اليوم تنبثق من فكرة واحدة، دعم العرب، موقف العربي. شوفوا وين قطاع غزة، روسيا أيدت تأييدا كاملا موقف مصري. لماذا؟ لأن موقف المصري حافظ على الوحدة صفوف فلسطينية كممثل الشرع الوحيد للشعب العربي الفلسطيني. فقدان الشرعية الفلسطينية هذا سيكون أكثر هدية لإسرائيل في هذه المعركة المصرية التاريخية. لذلك روسيا يدعم العرب، ولا أتصور أن هي تتراجع عن هذا الموقف بأي شرط من الشروط، وحتى مش عرب، دول إسلامية. يطرح الموضوع إيران، هل روسيا تخين إيران؟ تتراجع من صفقات السابقة لعمل مع إيران؟ لا. الآن يتكلمون عن صواريخ سي 300 التي كانت في أيام صفقة بين إيران وروسيا، وروسيا الآن تتراجع لطفا لباراك أوباما. هذا مبالغات واضحة. أين الحقيقة؟ الحقيقة أن ما كانت صفقات، من اختار أن هناك كانت صفقة بين إيران وروسيا؟ منذ سنة وزارة الدفاع الروسية نفية حتى مفاوضات روسية حول باعوا لإيران تور بوك، المجموعات مختلفة من اس 300. ولذلك ليست اليوم الأسس لتراجع عن الصفقة، لأن الصفقة غير موجودة، ولكن في صحف نحن نقرأ غير شيء لكي يسيء سمعة روسيا، يسيء علاقات روسيا مع إيران، مع دول إسلامية، مع دول عربية، لأن لا يمكن يعتمد على روسيا. هذا كذب الكبير وخبراء في هذا المجال. ولذلك برأيي أنا المسلع حيوية لروسيا أن يكونوا على حدود القريبة لروسيا، وشرق الأوسط هي حدود روسيا الجنوبية. لا يمكن روسيا أن يتخلى عن مصلحتها هون. وأنا سعيد جدا أن سيد سبسبي وسيد نور تناولوا الموضوع الأساسي. اليوم ليس السلاح أقوى السلاح اليوم هذا الاقتصاد، خصوصا في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية. لأن اليوم أنا أقرأ بإنترنت أنه إجا روبرت كيميت إلى منطقة الخليج، أخذ 450 مليار دولار لمساعدة اقتصاد الأمريكي. إجا جوردون براون أخذ من دول الخليج 200 مليار دولار. إجا صندوق النقد الدولي أخذ 120 مليون دولار. كم مليار دولار أخذ نيكولا ساركازي ما بعرف. عالم العربي هذا منطقة استقرار، روسيا لا تتوجه إلى هذه المنطقة مع الأسف الشديد، لأنه أنا من أنصار أن يأتي لهنا روسيا ويتعاون مع العالم العربي، مع صندوق المالي العربي، ويتعاون لمصلحة المشتركة الروسية والعربية. وأنا موافق على سيد سبسب مرة ثالثة أنه
روسيا صندوق مال أفكار تكنولوجية هامة. وإذا نحن مثلا ننشأ المركز التكنولوجي معاصر في أشياء كثيرة التي لا مددت يد الأمريكي إليها تنتظر مستهلك. وأنا أقترح أندم لإقتراح سيد زياد لي فتح هذا الصندوق سوية ونشتغل سوية. هذا للحكومات العربية وخصوصا حكومات وفي منطقة الخليج. شكرا لكم. شكرا شكرا جزيلا. ربما عرج سعادة السفير فاتسيلاف ماتزوف على بعض النقاط بشكل يعني اعتبره يسمح لي اعتبر انه كان قليل الوضوح او كثير من الدبلوماسية في بعض النقاط. هو تحدث بشكل محدد اكثر واوضح عن التحديات التي واجهت الاتحاد السوفيتي او بعد انهيار الاتحاد السوفيتي التحديات التي واجهت دولة روسيا. يعني يمكن لي ان اخلص وصحح لي ان كنت مخطئا ان خلاصة ما تحدث به الدكتور عاطف والسفير ماتوزوف هو ان روسيا اليوم يعني تمر بمرحلة تحول من الصعب علينا نحن كعرب أن نفهم ما هو العدو، ما هي الاستراتيجية، ما هو الصديق. هذه التحولات السريعة التي انتفضت بها روسيا من خطر، انتفضت من خطر الانهيار وخطر التفكك وخطر الانهيار الاجتماعي والاقتصادي. الآن روسيا تقوم مرة أخرى وتحاول أن تثبت من جديد أنها تدعم الحقوق العربية، ولكن بشكل كما وصفه السفير بشكل متزن وعقلاني. المتحدث الثالث ربما سيلقي ضوء أكثر على التساؤلات التي برزت من خلال هاتين المحاضرتين. سعادة السفير عباس خلف هو سفير العراق السابق في موسكو وشهد جولات وصولات كثيرة من المحادثات السرية والمعلنة للأزمة العراقية والتدخل الروسي أو السوفيتي فيها في بعض الأحيان. لديه الكثير من القصص ربما لن يسردها جميعا، ولكن الخبرة التي يتمتع بها ومعيشته الطويلة في موسكو ربما ستجيب على هذه التساؤلات التي لا تزال عالقة في هذه الجلسة. شكرا جزيلا، وتوجه بالشكر الجزيل إلى الجزيرة ومركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية وإليكم جميعا السادة الحضور الذين أتيتم إلى هذه الندوة للنظر بعمق إلى العلاقات العربية السوفيتية والعربية الروسية. فهذه العلاقات هي علاقات ذو شجون، فيها جوانب مشرقة يتذكرها الكثير من العرب، وفيها كأي شيء في الحياة أيضا فيها إخفاقات وفيها تردد وفيها أيضا انبعاث آخر. فالعلاقات العربية الروسية هي كائن حي نما وتطور وأصيب بالمرض مرات وتراجع هنا وهناك. الاتحاد السوفيتي أو روسيا دخلت إلى منطقة الشرق الأوسط بقوة بعد أحداث قناة السويس المعروفة، وكان التهديد السوفيتي المشهور إلى بريطانيا العظمى في ذلك الفترة وإلى فرنسا والكيان الصهيوني بوقف القتال خلال 12 ساعة وسحب القوات المعتدية خلال 3 أيام، والتهديد باستخدام القوة ضد أكبر دولتين قد أدخل الاتحاد السوفيتي بقوة إلى هذه المنطقة. ودخل الاتحاد السوفيتي كمنافس وليس كشريك وكند إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في هذه المنطقة، التي كانت تعتبر هذه المنطقة وتعتبرها الآن منطقة نفوذ حيوي، ولا يسمح لأي دولة مهما كانت بالدخول إلى هذه المنطقة. هذا الدخول القوي وبعد ذلك صفقة السلاح المشهورة التي هي كانت روسية تشيكوسلوفاكية بولندية، وتجهيز الجيش المصري
بهذه الأسلحة المتطورة والتي كان الغرب يحضرها على العرب. دخل الاتحاد السوفيتي منتصرا إلى هذه المنطقة، لكن هذا الانتصار لم يدم طويلا، واستشعرت الولايات المتحدة الأمريكية الخطر القادم من الشرق، فصدر بيان آيزنهاور سيء الصيت، والذي حذر من انتشار الاتحاد السوفيتي في هذه المنطقة من العالم، وقال إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تسد الفراغ الذي نشأ بعد سقوط دول أوروبية ونشوء حركة التحرر التي نشأت في البلدان العربية. قد يتصور البعض أن الموقف السوفيتي والروسي فقط في أحداث قناة السويس، كلا، لم يقتصر على هذا الموقف. الاتحاد السوفيتي وقف نفس الموقف عندما حدثت ثورة 14 تموز 58 في العراق، فأرادت أن تدخل القوات البريطانية بإرسال قوات لقمع الثورة أو لإفشال الثورة في العراق عن طريق الأردن. وهنا أيضا أثبت السوفيت أنهم قادرون على الدفاع عن مصالحهم في العراق، وكانت العلاقات مقطوعة كما تعرفون إلى حد منذ عام 1955 إلى 58 بين العراق والاتحاد السوفيتي، وحذر بريطانيا من مغبة التدخل في الشأن العراقي. وكتب في تلك الفترة الرئيس السوفيتي نيكيتا خروشوف إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما قال له: تصور يا سيادة الرئيس كم الأمر رائع، فحلف بغداد بدون بغداد. فتعرفون حلف بغداد السيء الصيت الذي أدخل فيه العراق أيضا كان من العوامل التي كانت تريد إحاطة وتحديد الاتحاد السوفيتي ومنع دخوله. كذلك كان للاتحاد السوفيتي موقف آخر متميز ولامع في هذا المجال، فعندما أمم العراق ثرواته النفطية أعلنت الولايات المتحدة في عام 72 أعلنت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الحظر على العراق وعدم شراء النفط العراقي المؤمم، واستمر هذا الحظر لمدة سنة. ونتذكر في العراق حتى رواتب للموظفين لم تعطى، وكانت تعطى نصف الراتب للموظف والعامل العراقي. ولكن الخطوة الجريئة التي اتخذتها القيادة السوفيتية في عام 1972 والتي تمثلت في إرسال ناقلات النفط السوفيتية وشراء النفط السوفيتي العراقي المؤمم، وكسرت الحصار على العراق والذي فرض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول. أقول بالرغم من عمق هذه العلاقات وتاريخ اليوم الذي تحدث عنه السيد ديمتري وكذلك زملاء آخرون، يمكن أن أصف العلاقات العربية السوفيتية والعلاقات العربية الروسية بأنها شجرة مرتفعة ولكن بدون جذور. المأساة في العلاقات العربية، وأستطيع أن أقول المأساة، أن هذه العلاقات غير متجذرة، والتجذير يجب أن يشمل العلاقات الاجتماعية، يعني العلاقات الاقتصادية، العلاقات الاجتماعية، الفنية، الأدبية، الثقافية إلى 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 آخره. في فترة من السبعينات والستينات كان الشخص الذي يتحدث عن الاتحاد السوفيتي يتهم بأنه شيوعي، وتبدأ الملاحقات وتبدأ المضايقات.
فكانت التهمة جاهزة لكل من يتحدث حتى ولو كلمة حق عن هذه العلاقات أو يصفها بأنها علاقات عادلة وعلاقات مشرفة. كان الحديث يدور أن الاتحاد السوفيتي هو صديق العرب المكروه، والولايات المتحدة الأمريكية هي عدو العرب المحبوب، وهذا الحب لا يزال موجود اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من كل ما فعلته وتفعله هذه الدولة اتجاه العرب واتجاه مصالحهم القومية واتجاه مصالحهم المشروعة. للأسف عدم التجذير هذا أدى إلى أن لا نكون على علم واطلاع بما يجري في الاتحاد السوفيتي بشكل حقيقي وبشكل مدروس، وبقت العلاقات العربية السوفيتية هي علاقات رسمية وعلاقات بروتوكولية، ما عدا هنا وهنالك في الدول التي كانت تسمى الدول اليسارية والتي محسوب عليها العراق وسوريا والجزائر وليبيا. وللأسف نكتشف بعد ذلك أن كل هذه الدول النفطية والمليئة بالدولارات هي عليها ديون لروسيا أو الاتحاد السوفيتي بعشرات المليارات. السؤال هنا، كيف أن تكون دولة بحجم العراق بحجم ليبيا بحجم الجزائر بهذه الديون الكبيرة؟ المشكلة، أنا راح أتكلم ليس من جانب نظري، الدكتور عاطف والأساتذة تكلموا من جانب نظري وهو شيء رائع، ولكن أنا أحمل هموم هذه العلاقة منذ فترة طويلة، وأنا أحد خريجي الاتحاد السوفيتي وأفتخر بأن أحمل شهادة الدكتوراه من هذا البلد، وشاءت الأقدار أن أعمل على في هذا المجال لحوالي أكثر من 30 سنة. هنالك نعتب على روسيا ونعتب على الاتحاد السوفيتي، ولكن لا نعتب على أنفسنا، وهذا العتب قد يكون من باب الصداقة أو أنه نحن لدينا ميانة مع هذا البلد لأنه بلد يتصرف معنا ليس كعبيد كما تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. المسؤول البريطاني أو الأمريكي يجلس أمام أي قائد عربي أو مسؤول ويضع رجله أو حذاءه أمام هذا المسؤول بدون أي أدب وبدون أي لياقة وبشكل فظ. الأمر الذي عندما نأتي مع روسيا أو الاتحاد السوفيتي نتصرف بنفس تصرف جلادينا للأسف في بعض الأحيان، وأقول جلادون مثل تصرف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها. من خلال عملي في الدبلوماسية العراقية وفي الخط السوفيتي وبعد ذلك الخط الروسي، أود أن أقول أن أغلب الدول العربية أرسلت وترسل سفراء غير مؤهلين للعمل على هذا المستوى من العلاقة، وعدم التأهيل يبدأ أولاً من أن أغلب السفراء العرب لا يجودون لغة هذا البلد ولا يتكلمونها، أو حتى أنهم لديهم كره مسبق لهذا البلد باعتباره شيوعي والشيوعية السابقة، باعتباره بلد ملحد، باعتباره إلى آخره، باعتباره ضد الإسلام. أنا التقيت بأحد السفراء ولديه موقف مسبق بأن هذا البلد هو بلد الكفار وبلد يجب محاربته. كيف يعمل دبلوماسي بهذه الثقافة أو يتقرب من هذا البلد؟ لهذا السبب عندما انهار الاتحاد السوفيتي وبدأت البراغماتية في فترة التسعينات من 91 إلى
إلى يومنا الحاضر غاب الاتصال بين العرب وروسيا لمدة عقد كامل من الزمن، وبدينا وأصبحنا العرب لا نعرف ماذا يجري، فقط نقرأ الأدبيات الأمريكية لتدلنا على الطريق، وهي طبعا تدلنا على المتاهة، تدلنا على أن لا نكون قريبين من هذا البلد. الذين وصلوا إلى السلطة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كلهم بدون استثناء من عملاء الغرب وأمريكا وإسرائيل، وبدأت هذه القوى تصول وتجول وتعبث وتعمل على تحطيم هذه الدولة. من سخرية القدر تحدث الآن زميلي السيد ماتوزوف عن السيد بريزوفسكي، هذا المواطن اللي هو روسي إسرائيلي يملك الجنسية الإسرائيلية والجواز الإسرائيلي، ليترأس في منتصف التسعينات مجلس الأمن القومي الروسي. فتصوروا عبثية الأمور التي أصبحت في هذا البلد. هذا الأمر عندما فقدنا الاتصال، أنا راح أحكي لكم من تجربة أيضا أخرى، عندما صار حدث الانقلاب المعروف في 91 على غورباتشوف، أرسل وكان وفشل الانقلاب، بلدين فقط اعترفا بهذا الانقلاب الفاشل هما العراق وليبيا، لأن كلا يعني سفيرنا في السابق في هذا البلد كان يبعث برقيات يقول فيها أن الوضع حديدي، الوضع كونكريتي، ما دفع القيادة العراقية في ذلك الوقت أن تعترف بالانقلاب الفاشل، وكما يقول المثل العراقي العربي طلعنا بسخام الوجه. بعد ذلك تبدأ العملية الترقيعية، وليس لنا طول النفس بالتعامل مع هذا البلد. أجرينا مفاوضات على سبيل المثال لتوريد هذه السلعة أو تلك، وخاصة في المجال العسكري. توقفت المباحثات لمدة شهر، شهرين، سنة. بدأنا نهاجم الاتحاد السوفيتي وروسيا وذهبنا إلى جلادينا مرة أخرى بكل ترحاب. قلت إن الحديد ذو شجون، أو هنالك مستوى معين من السفراء العرب الذي يقضي 5 أو 6 أو 7 سنوات لا تعرفه أي صحيفة أو أي وسائل إعلام، وحتى لا يعرف اسمه، فقط موجود اسمه في القائمة الدبلوماسية لوزارة الخارجية، ويتذرعون إن اللوب الصهيوني مسيطر، إن اللوب الصهيوني هو لا يسمح لنا، إن اليهود. أنا لا أنكر تأثير اليهود وتأثيرهم. تكلم عن غوسينسكي الذي غادر روسيا وهو صاحب أكبر مجموعة إعلامية سيطرت على في موسكو، والذي غادر بدون رجعة إلى إسرائيل بعد مجيء بوتين للحكم. كانوا مسيطرين وموجودين في كل ساعة وفي كل يوم. تصوروا كان في زمن الاتحاد السوفيتي وحتى إلى عام 1991 أكبر دار نشر في العالم، دار التقدم المعروفة، والتي ترجمت عيون الأدب الروسي في التاريخ، في الجغرافيا، في الرياضيات، في كل الأمور. أغلقت هذه الدار بعد التحول، والآن لا تجد دار تصدر باللغة العربية. وكان من الممكن أي دولة عربية سواء النفطية أو غير النفطية أو غير أن تدعم هذه الدار وتدعم المترجمين الذين كانوا يعملون في هذا. وحولت هذه الدار إلى مكان لبيع الخضروات وبيع إلى آخره،
ونحن نشاهد ونراقب وننتقد الاتحاد السوفيتي وننتقد روسيا وننحل ذلك اليوم في الوقت الذي لا نعمل شيء. أنا أصف الدبلوماسية العربية أو السياسة العربية مثل ذلك الفلاح الذي يجلس تحت نخلة ويفتح فمه وينتظر الرطب أو التمر يسقط في فمه، حتى عندما يسقط لا يمد يده لأنه ينتظر أن توقع هذه التمرة أو الرطبة في فمه مباشرة. قبل أن نعتب على روسيا وقبل أن نعتب يجب أن نعتب على أنفسنا. هنالك عندنا سفراء، أنا ما أتكلم على مستوى السفراء، يباشر في دوامه في السفارة في الساعة 12 ظهرا، وبعد ذلك يعمل ساعة واحدة، وبعد ذلك يذهب إلى القيلولة. أنا عندما هذا أيضا بصراحة تصفيات جرت للدبلوماسية الروسية، فبعد مجيء كوزيرف الذي لم يخفي وده وحبه وجذوره اتجاه إسرائيل، قام بطرد وتصفية خيرة رجال الدبلوماسية الروسية، أو إنهم وجدوا خاصة هنالك دبلوماسيين لامعون خاصة في الاتجاه في المجال العربي، يعني على الاتجاه على الساحة العربية. وبالتالي أيضا هذه العصابة التي تولت السلطة في غفلة من الزمن في روسيا تتحمل المسؤولية في قطع الاتصال، في قطع رحمة الاتصال. وكما ذكر زملائي هذا التراجع في العلاقة أنا من وجهة نظري المتواضعة نتحمله نحن العرب، لأننا نحن بحاجة إلى روسيا، لا أقول ليس روسيا بحاجة إلينا، ولكن علينا أن ننزل من بغلتنا، وليس أقول البعير حتى أكون أقرب، وأن نذهب ونطرق الأبواب. قد يتصور البعض السفير، يعني أنا كنت في من تجربة مع السفير الأمريكي في موسكو، السفير الأمريكي إذا سقط واحد من شباك الشقة مالته وتوفى يذهب ويقدم ورد إلى عائلته للتعازي. بينما عندنا سفير عربي خدم سنتين ولا يعرف أين وزارة الخارجية الروسية واقعة، يعني وين عنوانها وين تقول. أنا هذا الكلام قد أكون قاسيا، ولكن لكي يكون العتب مفهوم ونكون على بين من واقع العلاقات الدبلوماسية، هنالك احتفاليات دبلوماسية عربية. الاحتفالات يأتي رئيس الدولة ويشتد عمل السفارة، وبعد ذلك يذهب رئيس الدولة أو رئيس الوزراء وزير الخارجية وتنتهي الأمور. رئيس مدير محطة إذاعة صدى موسكو وهو يهودي، أنا كنت أتقدم دائما أشارك في برنامج هذه الإذاعة بالرغم من يهوديتها لأن اعتبرت أنها فرصة تاريخية، قال إنه يا دكتور عباس من يجي وفد عربي نتصل بالسفارات العربية، يا با إحنا الإذاعة كذا اسمه، فنرجو من المسؤول العربي سين أو صاد أو عين إنه يقدم حوار أو كذا أو نجري مع لقاء، يقول لا جواب وحتى لا يردوا على تليفوناتنا هواتفنا، بينما السفارة الإسرائيلية في موسكو هي تتصل بهذه الإذاعة وتقول لهم إن الوزير أو رئيس الوزراء أو كذا يرغب في تقديم يعني لقاء إلى محطتكم، هي من أشهر المحطات.
طبعا هذا أنا يمكن هذا الحديث ذو شجون الذي قلت أشوف زميلي يباوع لي حد ساعة. لا أنا فقط أريد أن أستفيد من ما تبقى من دقائق في وقت الدكتور عباس لي. يعني بالفعل أنت كنت قاسي على الدبلوماسية العربية، ربما تكون محقا ولكن هذه قد تكون قسوة في محلها. نريد أن نفهم بافتراض أن الدبلوماسية العربية كانت تعمل بكفاءة، فدعنا نفترض أن السفراء العرب يفهمون المجتمع الروسي، ما هي المساحات التي كان من الممكن أن نحصل عليها في العلاقات الروسية العربية على المستوى الدبلوماسي؟ هل أن مجرد التقصير إذا تفاديناه سنتوصل إلى آفاق مختلفة ونجاحات مختلفة، أما أن هناك قضايا حقيقية لا يمكن أن نتخطيها؟ الدبلوماسية في أي للسفارة سين أو صاد في موسكو عندما يكون السفير مؤثرا وقريب من هنالك فرق، هنالك سفير موظف وهنالك سفير قريب من صنع القرار. موسكو كبلد كدولة عظمى تحتاج إلى أن يكون السفير فيها من القريبين من صنع القرار، وإلا فالأحسن أو الأفضل لا يرسلوا مثل هذا السفير، لأن السفير التقليدي السفير الكلاسيكي سيبقي هذه العلاقة ضمن البروتوكول العام، بينما في دولة مثل روسيا لها القدرة على التأثير في المنطقة ولها التأثير على صنع القرار في العالم، يجب أن يكون السفير على مستوى عالي من المسؤولية والمصداقية والثقافة واللغة، وأن يكون سفير من الدرجة الأولى. أما أن يأتي سفير على طريقة ناموا ولا تستيقظوا، فالأفضل أن لا يرسل مثل هذا السفير. وأنا أنصح كل الدول العربية، وليس موقع ناصح ولكن هذه ملاحظة بسيطة، ما هو دور السفير؟ يستطيع أن تفعيل العلاقات على أعلى المستويات، التسليح الذي تحدث، وخاصة بعد نزع الثوب الأيديولوجي من السياسة الروسية. الآن السياسة الروسية هي من مبدأ دعم الثورة إلى مبدأ البحث عن الثروة. ففي مثل هذا يوجد هنالك مساحة واسعة لعمل أي سفير إذا أراد أن يعمل، وإذا أراد أن، أما إذا أنه كما يقال عندنا من كنا في العسكرية يعني يسحب اليوم يجز يومه ويذهب إلى حتى يقول أنه عمل فترة طويلة، المساحات واسعة، هناك مساحات سياسية اقتصادية عسكرية في كل الأمور، يمكن أن تكون الدبلوماسية العربية فاعلة ومفيدة، وعلى الأقل أن يطلع قيادة بلاده بحقيقة الأوضاع التي تجري بالقوة المؤثرة التي تجري. ماذا يعمل، ماذا تعمل الدبلوماسية العربية في موسكو؟ هنالك عدد من المتبرعين المعروفين يذهبون إلى سفارات الدول العربية، وتعرفون المتبرعين الذين يدقون الأبواب يوميا على السفارات، وهؤلاء مرحب بهم، بينما الناس المؤثرين الحقيقيين الأصدقاء الحقيقيين لهذا البلد أو ذاك هم بعيدين خارج اللعبة. وكل سفير يأتي وكل أمة أتت لعنت الأخرى، يقطع الاتصال مع تلك القوى التي كان يملكها سفيرها السابق، وبالتالي دائما نحن في نقطة البداية، هذه نقطة البداية التي أتعبتنا، وهذه نقطة البداية التي أساءت إلى العرب. طبعا هنالك تعرفون حتى في هذا الوقت الصعب اليهود يعملون ويظهرون على الصحافة وحتى على صحافتنا العربية، لأن كثير من السفارات العربية لا تعرف جذور هذا المعلق أو المحلل السياسي الذي يظهر على هذه الشاشة أو تلك. هنالك حتى اختراق لنا بسبب عدم معرفة الجالسون في موسكو من العرب سواء سفراء أو قناصلة أو إلى آخره بحقيقة الأوضاع. آفاق
واسعة، وقد أعطانا الرئيس بوتين خاصة من 2007 يعني في السنوات الأخيرة أن روسيا عائدة والروح القومية عائدة، ولكن هل نحن جاهزون لاستقبال هذه العودة المحمودة لروسيا؟ هل سنستفاد من الدروس التي أحد زملائي يمكن اليوم الصبح قال يا ريت خريجي الاتحاد السوفيتي أو خريجي روسيا نعرفهم أو نستثمرهم هنا وهنالك، موجودون، ولكن سواء في العالم العربي، أنا بصراحة مع اعتزازي هذه أول ندوة أشترك بها على هذا المستوى. ومرة أخرى أكرر، يعني قد أظهر في بي بي سي في بعض الأحيان، في التلفزيون المصري زميلتي يعني أستاذ، فيعني ولكن في ندوات خاصة، لأننا نحن أيضا نحب أن لا نسمع أبنائنا، نريد نعم مع احترامي إلى زملائي في الجانب الروسي، ولكن علينا أن نسمع للروس وجع واحد، نحن لدينا وجعان، همان الهم العربي والهم الروسي، وأقول الهم الروسي لأن نحن أصبحنا ثقافيا ومرتبطين بهذا البلد الذي وفرنا لنا الدراسات، ويعني بصراحة أيضا نكون له كل الاحترام والتقدير. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، ويعني حتى لا أصبح مملا في هذا الاتجاه، وأتمنى أن أسمع من في النقاشات، لأن يعني تسمحوا لي أن أكتفي بهذا القدر من الشرح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور عباس خلف على هذا التحليل الواقعي الذي يعني ربما آلم بعضنا أو آلمنا، ولكنه يعني ربما يرشدنا إلى الطريق الصحيح في بداية عهد جديد من العلاقات العربية الروسية. تفضل دكتور. والحقيقة بس أنا في الأول طبعا الحقيقة بشكر دكتور عاطف على ورقته، لكن أنا هختلف معاك في بعض حاجات يا دكتور عاطف، معلش اسمح لي بالاختلاف معاك. أول حاجة مسألة إن فقدان النفوذ الروسي اللي دللت عليه بمسألة أوزبكستان وكيرغستان، أوزبكستان طردت القوات الأمريكية من 2005 وتم إجلائها بالفعل كاملة في 2006، كيرغستان أوريدي خدت القرار وصدق عليه الرئيس، فأعتقد إن روسيا حتى لو كانت في فترة بسبب ظروف اللي إحنا كلنا كنا بنتكلم عنها من الصبح، ظروف الانهيار إلى آخره، يعني قد تكون يعني التزمت الصمت في فترة من الفترات أو سمحت بمساحة للولايات المتحدة، لكن أعتقد أن بدأت الأمور تتغير كثيرا. حتى في أوكرانيا اللي أنت برضو دللت عليها، أعتقد في تغيرات سياسية هامة جدا بتحدث في أوكرانيا وفي جورجيا، وفي أوكرانيا تحديدا هذا العام هو عام الانتخابات الرئاسية، وأنا من الناس اللي بتتوقع أن هناك تغييرا سياسيا سوف يحدث في أوكرانيا لصالح روسيا، هناك قوة مؤيدة لروسيا، وأعتقد قوة المعارضة بمعنى أدق، وأعتقد أن هذه القوة لو تولت السلطة الأمر سوف يختلف كثيرا في روسيا. مسألة تجميد الوحدة مع بيلاروسيا، يعني أنا مش متأكدة منها، لكن آخر معلوماتي أن دولة الوحدة أو الكونفدرالية موجودة وقائمة ونشيطة، فلو الأخوة والزملاء الروس عندهم معلومات تانية أدق، لكن دي آخر معلوماتي. معلش أنا هتحفظ على لفظ أنت استخدمته، صداقة الخصوم، وحطيت تحتها الدول العربية بأي أن كانت التسمية اللي أنت سميتها ومنظمة المؤتمر الإسلامي. لم يكن أبدا الدول العربية ولا منظمة الدول الإسلامية ولا أي دولة إسلامية خصم لروسيا، فأنا ياريت مسألة صداقة الخصوم دي تشيل منها، يعني ماشي موافقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ماشي، لكن يعني لفظ صعب بالنسبة للدول العربية والإسلامية. مسألة المليون روسي الموجودين في إسرائيل، يعني هم ليهم صحف بناطقة بالروسية، بينتموا إلى روسيا ثقافيا، لكن أنا أشك في انتمائهم السياسي إلى روسيا، يعني لا يمكن اعتبارهم لوبي روسي داخل إسرائيل، لا،
أنا ما أعرفش يعني، أنا شخصياً أشك في ارتباطهم بروسيا وارتباطهم بها كدولة أم بالناحية السياسية والاستراتيجية يعني، ولا روسيا أعتقد قدرة على أنها تحركهم داخل إسرائيل عند أمر مشكوك فيه. وأرجو برضو أن أنا أسمع تعليقات يعني حضرتك الأستاذ ماتزوف في هذا الشأن تحديداً. يعني مسألة روسيا تحارب التطرف الإسلامي، أنا برضو متحفظة على هذا الموضوع، لأن الحقيقة الرئيس بوتين في أكتر من واقع يعني في ظل بقى الهجمة الشرسة اللي كانت بتقوم بها الولايات المتحدة على الإسلام وبتربطه بالإرهاب، هو كان له موقف الحقيقة يعني ممتاز جدا، وموقف الحقيقة يحمد له أنه قال في فصل كبير بين الإرهاب وبين الإسلام، وفصل فصل قاطع بين الأمرين. وروسيا لا تحارب التطرف الإسلامي، هي لا علاقة لها بهذا الموضوع، لكنها بتحارب الإرهاب زيها زي دولة زي مصر، زي أي دولة أخرى، زي العراق، زي يعني أي دولة عربية وإسلامية. المملكة العربية السعودية نفسها ما بتحارب الإرهاب، لكن فكرة الربط ما بين الإرهاب والإسلام هذا لا يوجد على مستوى لا القيادة الروسية أنا أعتقد هذا، ولا حتى على مستوى الأكاديميين. فيعني أنا بس حبيت أوضح الأمور دي. أيضا مسألة الحرب المفتوحة في جورجيا، يعني معلش دكتور عاطف أنت تأثرت بالإعلام الغربي في هذا الموضوع، من بدأ الحرب في أوسيتيا الجنوبية؟ دي نقطة هامة جدا، من بدأ بالحرب؟ من أطلق شرارة الحرب؟ هي جورجيا أو الحكومة ساكاشفيلي، لكن روسيا لم تتدخل إلا بعد أن تم مهاجمة الأوسيتيين اللي هي بتعتبرهم روس بشكل أو بآخر أو مواطنين روس، وتم مهاجمة أيضا القوات الروسية الموجودة هناك. فدي نقطة في غاية الأهمية، يعني إطلاق فكرة أنها كانت حرب مفتوحة ما بين جورجيا وروسيا أعتقد بينقصها الدقة، لأن هي يعني روسيا لم يكن لها يد في إطلاق هذه الحرب. آخر حاجة في عجالة شديدة، يعني أنا أناشد مركز دراسات المركز الجزيرة للدراسات في يعني تنظيم ندوة أخرى، هذه الندوة تكون موجهة أساساً لفرص الاستثمار في روسيا، ويحضرها عدد من رجال الأعمال العرب وربما أيضا الروس، ويكون ده الهدف، هدف التعريف بالسوق الروسي، التعريف بفرص الاستثمار في روسيا. فأعتقد أن ممكن المركز يلعب دور هام جدا في هذا الخصوص، ويعني يزيل بعض الجمود أو بعض الغموض اللي ممكن بيكتنف هذا الأمر. وشكرا. شكرا دكتورة نورهان. نستمع لبعض التساؤلات قبل أن نعطي الفرصة للمتحدثين للرد عليها والإثراء مزيد من النقاش. أستاذ غالب. شكرا. طبعا نشكر الأساتذة جميعا. حابب أبدأ بكلمتين صغار عن هذه النوستالجيا التي نحملها تجاه الاتحاد السوفيتي. أعتقد أنه هذا أمر من مميزات أو من مكونات البسيكولوجيا الجمعية العربية، لأنه الكيان الصهيوني الذي زرع على أرض فلسطين في سياق تطبيق اتفاقيات سايكس بيكو شكل التحدي الرئيسي والتناقض الرئيسي الحاكم للواقع العربي منذ ذلك الحين، منذ 60 عاما. والدول الاستعمارية الكبرى كانت دائما وما تزال تلقي بثقلها للهيمنة على المنطقة انطلاقا من هذه القاعدة المركزية التي أقامتها. وقفة الاتحاد السوفيتي إلى جانبنا في زمن الحرب الباردة، سواء أخذناها بحساب المصنفات الإيديولوجية للكلام عن دعم حركات التحرر والقضايا العادلة للشعوب اللي كان خطاب رسمي للاتحاد السوفيتي، أو أخذناها بمنطق استفافات الحرب الباردة وتقابل المعسكرين اللي أسفرت عنهم الحرب العالمية الثانية، ولكنها في الوجدان العربي حاضرة دائماً، وهي محتضنة اليوم من مجموعة من الوقائع اللي يمكن تعاقبوا المتداخلين في هذه الندوة صباحاً والآن على إيراد أمثلة عنها. هناك شيء تغير، مش رح طيل كتير. لفتني بكلام سعادة السفير وكذلك بالعرض والخارطة اللي قدمها الدكتور عاطف استنتاج ينبغي أن يلفتنا. نحن معا، نحن والروس على امتداد أكثر من 10 أعوام لنقل أو 15 عاما في حالة دفاع، في مواجهة هجوم دبرته قوة
هي كناية عن ائتلاف. تكتل الاحتكارات الكبرى المهيمنة في الولايات المتحدة التي وضعت المشروع الإمبراطوري الأمريكي يطلق عليه تسمية مشروع الهيمنة الأحادية الأمريكية على العالم، والحركة الصهيونية التي هي جزء من المكونات العضوية، السبعة الذين امتلكوا 65% من الاقتصاد الروسي وأسسوا اتحاد اليهود الروس، هم جزء من هذا المشروع وجزء من هذا التكوين. وهنا أنا أريد أن أخلص إلى استنتاج أن الوقائع التي عرضت أمامنا اليوم تدفعنا للتوقف بإمعان أمام هذه المسألة، بمعنى أن الصراع من أجل تفكيك روسيا تجاوزاً أستطيع أن أقول أنه كان إحدى جبهات الصراع ضد الصهيونية، وبالتالي هو يعني العرب بهذا المعنى بالقدر ذاته الذي يعني فيه القومية الروسية التي عبر عنها نهوض زعامة بوتين ومشروع بوتين لإعادة إحياء القوى الروسية. وهذا يشكل أساساً حقيقياً للحديث عن التعاون العربي الروسي. أختم بالقول أن روسيا نعم هي عبر التاريخ قوة أمبراطورية بحكم تكوينها الاقتصادي والجيوسياسي. ألفت النظر إلى مسألة أن الأرثوذكسية هي أحد عناصر التكامل بين الوطن العربي والاتحاد الروسي، لأن الأرثوذكسية هي من المكونات الثقافية والدينية والنسيج الشعبي والتاريخي للكثير من أبناء هذه المنطقة، الملايين. الكنائس المشرقية سواء الكنيسة المرقسية في مصر أو الكنائس الإنطاكية في بلاد الشام هي جزء من هذه العائلة الروحية عبر العالم التي تشكل الكنيسة الروسية قيادتها، وبالتالي التواصل في الميراث الديني في المستوى الثقافي هو في الاتجاهين عربي روسي في آن معا أرثوذكسي وإسلامي. وعلينا أن ننظر باهتمام إلى هذا المستوى. هناك قضية اسمها القدس والأماكن الدينية المقدسة تشكل عنصرا أساسيا من عناصر حركتنا في القضية الفلسطينية، ويمكن للكنيسة الأرثوذكسية أن تلعب دورا مهما في وقت جرى فيه إخضاع الكثلكة لأولويات استراتيجيات الغربية الداعمة لإسرائيل وكل منطقها وسياساتها خلال العقود الماضية. شكرا للسادة المحاضرين وشكرا للرئاسة على طول بالها بالنسبة للوقت. شكرا جزيلا. زميل كليتون. Thank you. I'd like to draw the distinguished former ambassador from Russia out on أود أن أتطرق إلى سؤال تناولناه هذا الصباح. حضرت السفير، كنت في واشنطن وأنت طبعا تراقب موضوع الصراع العربي الإسرائيلي وكيف كانت دور واشنطن كبيرا في السياسة الإسرائيلية. أود أن أسألك ذلك شخصا آت من روسيا، ما كان دور بلدكم مع عدد كبير من اليهود الذين هاجروا في التسعينات من الاتحاد السوفيتي السابق، وكذلك النفوذ الكبير الذي يلعبه الروس لا سيما في السياسة الإسرائيلية الداخلية اليوم، وكيف تغير ذلك في حين أن إسرائيل بدأت ترسل الخبراء العسكريين إلى جورجيا، وكذلك التجهيزات والسلاح لتدريب القوات الجورجية؟ إذن ما هي العلاقة النافذة التي يلعبها بلدكم اليوم في السياسة الإسرائيلية؟ سؤال جيد. معلش الضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تدخلي مقدمة بسيطة ونقطتين. المقدمة لسيادة السفير عباس خلف، في الحقيقة القاعدة بتاع التطبيق إن السفراء في دولة يعني يجيدوا لغتها والدبلوماسية. أنا كنت أدرس في بلد نطق بالإنجليزية من أواخر 88 إلى 94، وفي أحد الأعياد القومية لدولة عربية رأيت سفيرها على التلفزيون يتكلم، عمره الافتراضي منتهي، وحسيت أن أنا في الحقيقة إنجليزي زي ما يكون إنجليزي في بلد نطق بالإنجليزية. مشكلتنا في عالمنا العربي سواء في الدبلوماسية أو السياسة أو الاقتصاد لا يحتل مركز واحد يستحقه،
وعلشان كده يا سيادة السفير 50 سنة أو 60 سنة في التنمية لم نصنع لا سيارات ولا طيارات ولا عربيات، كل اللي عملناه من الفسيخ شربات. أدخل في النقطة، هذه مقدمة. أول نقطة في الحقيقة حرب أفغانستان واغتيال العراق وحرب اغتيال العراق لم يمسهم أحد أو مسا خفيفا. في حرب أفغانستان الروس اعتذروا، ولكن تصرف العرب في هذا الوقت، صرفت أمريكا 20 مليار دولار على هذه الحرب، وصرف العرب 70 مليار دولار على هذه العرب على هذه الحرب، وكانوا يجمعون الأنفار المجاهدين، كنا نسميهم مقاولي توريد الأنفار المجاهدين. هذه العملية في الحقيقة كان لها أثر كبير في سقوط الاتحاد السوفيتي، ولكن عندما حدث العكس في اغتيال العراق، الذين دفعوا لحرب الكفرة في أفغانستان هم الذين دفعوا لاغتيال العراق ودفعوا للصحوة، كأن الأمريكان هم ملائكة وكأنهم جاءوا رسل مقدسين. النقطة الثانية التي أريد، سؤال محدد للفافي. أيوة. ما هو ده كلام مهم يا سيادة الرئيس، دي واحد. النقطة الثانية التي أريد أن أقولها، أنا أقدم وصفة للتعاون. الخليج بعد الأزمة العالمية وبعد أن ضاع 60% من الانفستمنت فاندز برا، الآن هناك في مشاريع ممكن أن تستوعب الباقي. طبقة سكك حديدية في الدول العربية، الجريد اللي هي الشبكة الكهربائية، ديسالينيشن الاستعمال النووي، هذه كلها مشاريع كما قيل أنه ممكن أن يكون هناك انتيتي، هذه تجمع الروس مع العرب ويشوفوا يستثمروا هنا ويستثمروا هنا، لأن احنا لابد أن نصنع أيكون قطب آخر يكون موازي لأمريكا، لأن القطب الواحد قاسينا منه كثيرا. وشكرا. أخ العزيز حسن مشارك الدائم معنا. السلام عليكم، أشكركم. أنا حسن الجفيري، يعني بس يعني أرجو من الأخوة العرب أن يدركوا أن مصالحنا الخليجيين نحن تختلف مع مصالح بعض العرب، وهذا يؤثر على التقارب يعني العربي الروسي سواء كان خليجي روسي. فمثلا أنا أعطيكم يعني حرب تحرير الكويت، يعني الكويت كانت يعني احتلت من قبل العراق، وكان الاحتلال هذا ربما يمتد إلى كل دول الخليج. فروسيا مثل ما سمعتم اليوم تتحدث دائما عن الأمور وكأنها شأن داخلي، بينما يعني الأمريكان تدخلوا في الكويت وحرروا الكويت، وهم أيضا يعني هناك بعض العرب مستائين أيضا كانوا من صدام حسين الذي يعني استخدم الكيماوي ضد الأكراد وأذى الشيعة يعني أيضا، وأنا سني طبعا ما أقبل أيضا على أخواني الشيعة أيضا بعض الشر، ولكن الأمريكان أعادوا بعض الاستقرار إلى العراق وحاصروا تجارة المخدرات في أفغانستان، وهم ساعدوا المسلمين في البوسنة. روسيا تقول أنها هذه يعني شؤون داخلية، يعني حتى في مسائل حقوق الإنسان اليوم سمعتم أحد الأخوة المسؤولين الروس يقول أن مسائل حقوق الإنسان منتهكة، يعني لو راحت أي دولة عربية الآن إلى روسيا وطلبت شراء أدوات تعذيب المساجين وتعليقهم أو كرسي كهربائي أو عصا مثلا لضرب النشطاء السياسيين أمثالي، بتبيعهم روسيا بدون يعني ما قيم، هل هذا معقول؟ ولكن لو ذهبتم أنتم إلى مثلا مسائل بيع السلاح إلى السعودية من قبل بريطانيا، بريطانيا فتحت ملف هناك، منظمات اللي هم نون جوفرمنت المجتمع المدني، وفتحوا أبواب وقالوا وفتحوا ملف اليمامة، ويعني هناك مساءلة. ولكن لهذا نحن الخليجيين نتعاون مثلا مع الأمريكان والبريطانيين أو الفرنسيين ليقيموا مثلا قواعد عسكرية عندنا في الخليج، لأنهم لو أساءوا إلينا فهناك مساءلة لهم في دولهم من قبل الأحزاب ومن قبل وسائل الإعلام ومن قبل منظمات المجتمع المدني، ولكن لو الروس أساءوا إلينا من يسائلهم هناك؟ الجميع يستغرب لماذا الخليجيين لا يستثمرون في روسيا.
ما هي مسائل الفساد في روسيا؟ وأين روسيا في مؤتمرات النزاهة الشفافية والنزاهة والتي يعني ما وقعت كثير من الاتفاقيات؟ وهناك الكثير من الأبواب التي يعني روسيا تساند إيران في صناعة اليورانيوم، أليس هذا خطر على يعني على دول الخليج؟ ألسنا نحن شعوب أيضا؟ هي إيران نفسها يوم تحتل الإمارات، واليوم الثاني تطالب بالبحرين، وهي نفسها تبدأ بالمشكلات، وهي نفس الحكومة الإيرانية تأخذ النشطاء الليبراليين أمثال حسن الجفيري كل يوم تحطهم في السجون هناك وتسيء إلى شعوبهم. والآن وأنا حسن الجفيري وأشكركم. شكرا. أنت مش موجود في السجن، أنت موجود معنا. الأخت أسماء. على الرغم من المبررات الموضوعية التي جاءت في كلمات المحاضرين، ولكن هناك عوامل واقعية وسيكولوجية وجدتها غابت عن التحليل. هناك فشل خطط التنمية التي التزمت بالنظام الاشتراكي كأساس لها، يعني الخطط الرباعية والخماسية والمنسوخة من خطط كان قام عليها الاقتصاد السوفيتي من خلال الاقتصاد القائم على التخطيط مثل الجزائر والعراق وليبيا. وعند انهيار الاتحاد السوفيتي اصطدمت هذه الدول بواقع متردي على المستوى الاقتصادي والمعرفي والتنموي، الأمر الذي جعل الأنظمة والشعوب معا تعيش أزمة ثقة فيما يخص ما التزمت به من خطط تنموية، فراحت تتوجه إلى أمريكا والغرب لعلها تستطيع أن تلحق نفسها، بينما كانت روسيا تتخبط في فوضى تحاول من خلالها ضبط آليات التكيف مع الوضع الجديد. هناك سبب خارجي أيضا يخص مثلا قضية الشيشان وقضية البلقان وكوسوفو والبوسنة. يعني في الوقت الذي كان الناتو يقصف صربيا كانت روسيا تستميت في سبيل أن تتخذ يعني مواقف سياسية ضد بقاء كوسوفو في إطار صربيا وأيضا البوسنة. فطبيعي من خلال يعني الشعوب العربية والإسلامية طبيعي أن تنحى منحى باتجاه أمريكا فيما يخص هذا التعاطف. يعني هو ليس هو يعني بالنسبة لأمريكا استراتيجية وسياسة، ولكن بالنسبة لعموم الشعوب هو نوع من التعاطف مع قضية كوسوفو وقضايا البلقان بصفة عامة، ويعني مجرمي الحرب وكيف توجهت بهم أمريكا إلى المحكمة الدولية وكيف نالوا يعني العقاب. ولابد من أن تنظر روسيا أيضا فيما يخص علاقاتها مع العالم العربي والإسلامي من زاوية هذه المواقف تجاه مناطق تتعاطف معها بقوة الشعوب العربية والإسلامية، وهناك رابط الدين القوي الذي يربطها بالعالم الإسلامي يعني بهذا الشكل. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. أنا لست مختص بشأن الروسي، ولكن كمراقب يعني لدي بعض الملاحظات العامة. أنا حقيقة استمتعت بمداخلة الأخ الدكتور عاطف عبد الحميد لما صاحبها من عمق وتخصص دقيق، وقد قدم فعلا لوحة مركبة للمشهد الروسي بينما أسماها عوامل الجذب وعوامل الطرد أو ربما عوامل التفسخ أو عوامل النهوض في الوضع الروسي ما بين 91 2000 إلى المرحلة الثانية من 2000 إلى اليوم. ولكن الحقيقة كمراقبة وكمستمع لم أخرج بخلاصة إلى أين ينتهي هذا المشهد ضمن هذا الازدحام من تركيب الألوان بين عوامل الجذب وعوامل الطرد في الوضع الروسي وعناصر القوة للوضع الضعف، إلى أين تتجه روسيا؟ فقد تريد أن أشير ربما إلى ثلاث عناصر أساسية مهمة في ضمن تركيبة هذا المشهد. أول شيء أن روسيا مهما صاحبها من ضعف احتفظت بترسانة مهمة وهائلة من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية التي تتراوح بين السلاح النووي إلى الصواريخ العابرة القارات إلى الأسلحة التقليدية. الجانب الثاني، احتفظت بمؤسسة عسكرية قوية أو في الحد الأدنى لم تتفسخ هذه المؤسسة العسكرية الموروثة من الاتحاد السوفيتي ضمن تقاليد مهنية وتراتبية مهنية معروفة ضمن العسكرية. العنصر الثالث هو أن روسيا استعادت تقاليد الدولة المركزية كدولة تحمل تقاليد مركزية منذ الدولة القيصرية، وقد تمكنت هذه الدولة من تجاوز حالة التفسخ الكيان الروسي الداخلي عبر إعادة ضبط وضع الأقاليم وفرض السلطة المركزية. فهذه ثلاثة عناصر أساسية وربما تكون عوامل راجحة في تحليل أو في تركيب هذا المشهد المركب، المشهد الروسي المركب. العنصر الثاني ربما السيد ماتوزوف أشار إلى نقطة مهمة
فيما يتعلق بما يحيط بعضوية أو طلب عضوية روسيا لمنظمة المؤتمر الإسلامي من جدال، وحتى ربما في بعض الأحيان من ارتياب وشكوك في العالم العربي والإسلامي. أشار إلى قضية مهمة وهي مسألة طبيعية، الهوية الروسية هوية مركبة مزدوجة يتداخل فيها العنصر الأوروبي مع العنصر الشرقي، العنصر المسيحي الأرثوذكسي مع العنصر الإسلامي، فمثل هذه العضوية لا تثير مثل هذا الاستغراب. إذا فهمنا هذه الهوية المركبة لروسيا والتي تعتبر أن المعطى الإسلامي مكون داخلي صميم في الهوية الروسية وليس عنصرا داخلا أو طارئا، وهذه حقيقة الوضع. السؤال الأخير ولا أريد أن أطيل عليكم، هو أن روسيا بشيء من الملاحظة كمراقبة أيضا استفادت خلال 8 سنوات الأخيرة من مطبات السياسة الأمريكية، وخاصة اتجاهها إلى منطقة الشرق الأوسط إلى العراق وإلى أفغانستان، أصبحت غارقة في منطقة بعيدة في الحد الأدنى عن مناطق الخطر الرئيسي أو التهديدات الرئيسية، وهي القوة الروسية والقوة الصينية. واستفادت روسيا من سياسة المحافظين الجدد التي أعادت بناء السياسة الخارجية والأمنية الأمريكية باتجاه منطقة الشرق الأوسط. اليوم إلى أين تتجه السياسة الروسية مع صعود أوباما وتلويحه بإمكانية المساومة مع روسيا؟ هل يمكن لروسيا أن تتراجع عن مواقعها وعن المكاسب التي ثبتتها خلال 8 سنوات الأخيرة على الأقل، أم أنها ستستمر على نفس المنوال وعلى نفس السياسة؟ شكرا. فقط سؤال للصديق فيتشيسلاف موتوزوف، كيف تم وصول بوتين إلى السلطة؟ يعني ذلك القائد الذي انقلب على سابقه يلتسين وهو يعتبر حسب الإعلام على الأقل صنيعة يلتسين وخليفته، وشكرا. دكتور إبراهيم، وآخر سؤالين. بوجه محدد أتوجه إلى السفير موتوزوف بسؤالين وتعليق. يعني أحيانا حينما نجلس في ندوات مثل هذه يعني ينقطع تفكيرنا عن الندوة ونسرح في خيالات بعيدة، وأنا أحد الخيالات التي سرحت فيها قلت لنفسي ماذا لو اختفت الولايات المتحدة من الوجود؟ هل يمكن أن تتحسن أو تسوء العلاقات العربية الروسية؟ يعني يبدو لي أن الحديث الذي تفضلت به يعني يضع الولايات المتحدة الأمريكية كنوع من الصمغ الذي يجمع أو يربط العرب بالروس، وكأن المداخلة كلها التي تفضلت بها منطلقة أو ممتدة من روح مرحلة الحرب الباردة. صححني إن كنت مخطئ في هذا التعليق. السؤال الأول، يعني ما تفضلت به عن الحدود الدموية للعالم الإسلامي في المقال الذي أشرت إليها في عام 2006 والضغط الأمريكي على العالم العربي، يعني ألا تعتقد أن هذا كله كان جزء من تراث المحافظين الجدد وأن هذا التراث قد ولى ولن يعود؟ يعني كما اختفت يعني مرحلة 1991 إلى 2000 في روسيا مرحلة الضعف، أيضا اختفت الآن في السياسة الأمريكية مرحلة التمدد من 2000 إلى 2009. يعني ألا تعتقد أنه تراث ولا وانتهى، أم أن المحافظين الجدد يلعبون بشكل آخر في العلاقات العربية الروسية؟ السؤال الأخير خاص بي، يعني هو سؤال معلومات يعني أطرحه من بدافع الفضول. يعني أنا أود أن أعرف من زملائنا الروس الذين يعني يشاركوننا هذا المنتدى، حينما يسافر مثقفون روس إلى إسرائيل ويلتقون بأكاديميين وسياسيين إسرائيليين، ما الذي يتحدثون معهم فيه حول العلاقات الروسية الإسرائيلية والروسية بالعرب والروسية بالشرق الأوسط، خاصة إذا كان بين زملائنا الروس هنا من كان لديه خبرة في هذا الاتجاه؟ شكرا. آخر سؤالين، أخ سمير ثم. شكرا جزيلا. يعني لكي لا تتحول في بعض الأحيان هذه الجلسة إلى نوع من الغزل، وأنا أعشق روسيا أيضا، لكن سأبدأ من الجانب الآخر مخاطبا سعادة السفير ماتسوف. أقول أن هل يرى أن هناك استراتيجية روسية واضحة اتجاه العالم الإسلامي واتجاه العالم العربي؟ الحقيقة أن روسيا تتعامل مع العرب بالقطعة ولا تتعامل على نحو ممنهج ومستمر ومستدام. في حرب العراق قيل أن روسيا قبضت 4 مليارات دولار ثمن رفع الإصبع في مجلس الأمن، الآخرون قبضوا، لكن روسيا أيضا
قبضت في هذا الجانب. النقطة الثانية تتعلق بفلسطين. الاتحاد السوفيتي هو أول دولة في العالم اعترفت بقيام دولة إسرائيل، وقدمت دعم حقيقي للدولة الإسرائيلية بغض النظر عن التراكيب والترتيبات الظاهرية. كان في هناك دعم حقيقي، وفي غزة وجدنا أنها تلعب دور المراقب. روسيا أين هي من هذا المنحى؟ الأمر الآخر والأخير يتعلق بالشيشان وأفغانستان ومناطق أخرى، لكن تحديداً الشيشان وأفغانستان، وهما القضيتان اللتان تسممان العلاقات العربية والإسلامية مع روسيا. ترى إلى أين تتجه روسيا في تعاملها مع هذين الملفين؟ الآن الشيشان هي تطبق الخناق عليها، تمنع جميع وسائل الإعلام من الدخول إلى الشيشان لتصوير ماذا يجري هناك، ومع أفغانستان الآن تعرض على أعداء الأمس جسر جوي أو إتاحة المجال لاستخدام قواعدها أو مجالها الجوي لإيصال الدعم غير العسكري إلى أفغانستان. حقاً ما الذي تريده روسيا في المرحلة المقبلة؟ شكراً. السؤال الأخير قبل أن نختم هذا النقاش. مهند النداوي، قطر تريبيون. سؤال سعادة السفير ماتوزوف، من واقع كونه دبلوماسي سابق، إلى أي مدى يمكن أن تكون طموحات العرب واقعية في استغلال روسيا لورقة التعاون مع إيران في الضغط على طهران لوقف دورها في تحريك الكثير من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة بدءا من العراق، ووصولا إلى التعبير عن طموحات دفينة مثل الموقف الأخير من البحرين؟ شكرا. يعني مجموعة ضخمة من الأسئلة. الرأي، استمعنا الرأي، الآن نستمع للرأي الآخر. الدكتور عاطف، في عجالة ثلاث دقائق خمس دقائق للرد على التساؤلات. كما كان متوقعا، سؤال الدكتور، تعليقات الدكتورة نورهان في محلها، لأنه حينما يحاول الباحث عرض مجمل التطورات التي حدثت في عقدين ويحاول أن يقول كل شيء فلن يقول شيئا، أغلب المصطلحات والمفاهيم كانت اختزالية، وبالتالي كانت هناك التفاصيل لم يكن هناك وقت للحديث عنها. فإذا أتينا للتفاصيل، سؤال حضرتك عن أنه روسيا لم تخسر أوزبكستان أو قرغيزيا، واستشهدت بأن قبل ثلاثة أيام وافق البرلمان القرغيزي على إغلاق قاعدة مناس في على أراضيها. لم يأتي ذلك نتيجة حنين إلى العهد الروسي من جديد، وإنما نتيجة مقايضة مرة أخرى، فتح أفغانستان أمام الأجواء الأمريكية في يقابل إغلاق القاعدة الأمريكية في قرغيزيا. الأمور بهذا الشكل أيضا بها كثير من التفاصيل. أنت لديك يا دكتورة نورهان، وأنت بالنسبة لي في بعض المصادر في بعض الأبحاث مرجع أعود إليه، ولكن في حالة جورجيا لديك تفاؤل أكثر من اللازم، لأنه جورجيا لا تتجه إلى العودة إلى روسيا. على العكس، ما حدث في الحرب الأخيرة يؤدي إلى مستقبل يعني ضبابي في العلاقة مع روسيا. وأرجو أن ننظر إلى الأزمة الجورجية ليس بنظرة الحنين والتعاطف مع روسيا، لأن جورجيا كانت لها قوات في العراق، ولأن جورجيا لديها مستشارين إسرائيليين، وإنما ماذا كانت تفعل جورجيا؟ جورجيا كانت تحاول استعادة أجزاء من أراضيها. جورجيا تتكون من عدة أقاليم، والقوات الروسية في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وهذه أراضي جورجية. هناك تفاصيل حينما ننظر إليها من الجانب العربي المتعاطف مع روسيا، فنحن ندعم روسيا، ولكن إذا كنا نقف إلى في ندوة عن العلاقات الجورجية العربية، سنقول نطالب بالحق الجورجي في استعادة كامل التراب الجورجي. يعني على أي حال يمكن أن يكون ذلك محل نقاش تفصيل. موضوع تجميل العلاقة مع بيلاروسيا، حين نقارن ماذا حدث في العقد الفائت، كانت هناك أحلام كبرى حول الجامعة السلافية وبيلاروسيا. طبعا الوضع الحالي هو مجمد، ليست هناك أي أمال. حاولت الدول الغربية تحويل بيلاروسيا إلى نموذج آخر من أوكرانيا وجورجيا، ولكنها لم تفلح نتيجة النظام الشمولي في بيلاروسيا، ولم تتمكن. وبالتالي حصار بيلاروسيا يمضي بخطة محكمة، وليست هناك أمال لتحقيق تلك الوحدة. موضوع أن روسيا تحارب الإرهاب وليس التطرف الإسلامي، أظن أن الدكتور رفيق عبد السلام، وهو أكثر مني يعني تخصصا في المفاهيم والمصطلحات، يمكن أن يعطي لنا تفصيلا عن الفروقات بين التطرف الإسلامي والإرهاب، والمصطلحات التي قد ترجع إليها روسيا حينما تقول أنها السلفية بالنسبة لها إرهاب، الوهابية إرهاب، دعم الشيشان إرهاب، دعم المسلمين في أي أماكن
على أي حال حرب المفاهيم هذه قد تحتاج إلى تفاصيل أخرى. جورجيا دخلت في حرب مفتوحة نعم، لأنه على مدى 15 عاما كان الوضع مجمدا، قوات روسية تحت عنوان حفظ السلام في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، ولكنها تدعم تعطي جوازات سفر للمواطنين في هذه الأراضي تمهيدا لإعلان استقلالهم أو انضمامهم لجورجيا. الأمور ليست على ما يبدو بشكل أنها يمكن أن تعود علاقات صداقة مرة أخرى. دكتور رفيق عبد السلام، طبعا إذا كان في شكر فأنا أوجهه لحضرتك وليس العكس، إلى أين ينتهي المشهد الروسي؟ هذا سؤال مهم، وأعتقد أننا في حاجة إلى 10 سنوات أخرى، عقد ثالث، حتى نعرف إلى أين تتجه روسيا، لأنه محصلة قوى التفسخ وقوى الجذب الخارجية أدت في المحصلة إلى محاولة بلورة بعض المكانة المتميزة لروسيا. لا يمكن أن نصفها بأنها قطب دولي الآن، كما أنها ليست دولة عادية، ليست دولة محلية، هي أكبر من أن تكون دولة إقليمية، لكنها لم تصل إلى أن تكون في موضع الريادة. نحن في حاجة إلى 10 سنوات تحسم خلالها روسيا. أيضا هناك مجموعة من الملفات التي ستقول إلى في أي اتجاه روسيا تسير. اليوم استمعنا على سبيل المثال عشرات الاستشهادات بالرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين والرئيس الوزراء الحالي، وربما جاء مرة واحدة اسم الرئيس الحالي ديمتري ميدفيديف. إلى أي مدى ستكون العلاقة في المستقبل بين القطبين في روسيا، وكيف ستؤثر على مستقبل روسيا الداخلي؟ حينما رأينا تغير شخص واحد أدى إلى تغير في منظومة الأمن الداخلي والطموحات الخارجية، ماذا لو حدث السيناريو الأمريكي من تصادم بين القطبين داخل البيت الروسي وأدى إلى مشكلات داخلية تؤدي إلى تفكك مرة أخرى؟ أيضا الأوضاع الخاصة بالأسعار النفط والأوضاع الاقتصادية يمكن أن تؤثر على مستقبل روسيا. ماذا ستفعل روسيا بعد انتهاء احتلال أفغانستان والمساومات مع أمريكا؟ إلى أي مدى يمكن أن تستمر في سباق التسلح وتستنزف ميزانيتها في هذا المدار؟ كل هذه أسئلة ستحتاج على الأقل إلى عقد من الزمن حتى يمكن الإجابة عليها. شكرا لكم. شكرا دكتور عاطف. بحكم الكرم العربي كان معظم الأسئلة والتساؤلات وربما كثير من علامات الاستفهام وجهت إلى الضيف العزيز فاتسيلاف ماتوزوف. شكرا. تفضل. أنا معرض لضغوطات دائمة، لذلك أنا تعرضت لهذا. شكرا. أولا أنا أحب أن أجيب في البدايات على جواب بالنسبة للسيد عزيز حسان، سؤال مهم، ولذلك أنا أعتبر أن هذا هو وين التعذيب، وسائل التعذيب إذا يطلب من روسيا، روسيا مستعدة أن يرسل إلى حكام العرب حتى يعذبوا الشعوب العربية. صحيح، هذا المطرح، هذا الموضوع على هذه الطريقة، أنا مش لأول مرة ألتقي مع هذا الطرح الموضوع. في بداية الثمانينات هذا الموضوع نحن استدمنا في سوريا. أنتم تعرفوا أن دعم العسكري الروسي للجيش السوري كانت نقطة الخلافات الضخمة في السياسة الداخلية السورية. الموجة القوة المتطرفة التي كانت يشتغل على أرض سوريا انتشرت على خبراء الروس. في سوريا كانت حوالي 6,000 الضابط رتبة أكيد وتحت وفوق شوية. فريق الجيش الروسي كان يقود هذا خبراء الروس في سوريا. كل أسبوع كانت هجوم على ضباط الروس في سوق الحميدية في الشام. اغتالوا 2 أو 3 كل أسبوع بخنجر من الورع. شباب كانوا يجوا إلى سوق ليشتري هدايا ليسافر إلى العطلة إلى موسكو. 2-3 قتلوا. هذا ليس جيش احتلال. هذا ليس جيش إسرائيلي على أرض فلسطينية. هذا ليس جيش بريطاني في أرض العربية أثناء الاندباد بريطاني. هذا كان الجيش الصديق، كان يساعد العرب لمواجهة العدو الأساسي. تساؤل في اتجاه آخر، أرجو أن نتحدث عن إجابة هذا التساؤل. أنا أقول شيء واقع، أنه قضية تقديم الدعم العسكري لدول عربية هذا ليست لمصلحة الروس، هذا لمصلحة العرب. عندما فتشنا
كلفنا استخبارات المركزية الروسية أن يفتشوا وين العنوان هؤلاء المتطرفين، وجدناه في ميونخ في مركز استخبارات المركزية الأمريكية. القوة الإسلامية متطرفة موجهة، ليست هي تشتغل على حسابها. تذكر بن لادن، إذا اليوم روسيا تعمل نفس الشيء في أفغانستان مثل ما عملوا أمريكان. أنا كنت رئيس الوفد الروسي المفاوضات الصناعية في واشنطن في التسعينات، كنا يوميا نلتقي في وزارة الخارجية الأمريكية مع روبرت كيميت، هو الآن نائب وزير المالية، ذلك الحين كان نائب جيمس بيكر. كل يوم كنا نناقش موضوع واحد، بيان مشترك روسيا أمريكا حول أفغانستان. نقطة رئيسية التي كنا نناقش هي كندا. أمريكان يوقفوا تمويل وتسليح مجاهدين، ونحن نأخذ القرار الوقف لإطلاق النار. وكان هناك سؤال، من يبتدئ أولا؟ أمريكان لتسليح شحن سلاح ترابورا، من عمل هذا مغارات ترابورا؟ مش نحن. نحن اليوم في موقف الدعم الأمريكي. لماذا؟ لأن أفغانستان تحولت إلى الخطر الجسيم لروسيا، مخدرات، هيروين، بالمئات المرة ازدادت عبر روسيا إلى أوروبا. هذا خطر الحقيقي، بيد موت البيد موجود روسيا في هذا المجال. هذا بدأت من هذا. بالنسبة لإسرائيل، سؤال مهم وهو يقلق الناس لا شك، أن روسيا لعبت دورا، ولكن أنا أحب أن أذكره أن اقتراح روسيا في 1946 كان دولة فلسطينية موحدة فيها يهود وعرب يعيشون، فلسطينيين يعيشون جنبا لجنب. روسيا في البداية البدايات والاقتراح الروسي أول كان مع ضد التقسيم. فكرة التقسيمية عرضت على مجلس الأمن للأمم المتحدة بريطانيا، وفي نهاية المطاف روسيا وافقت. ولذلك علاقات روسية إسرائيلية كانت دائما ولا تنسى أنه بدأت حرب باردة 1946، وصلت العالم إلى وشك الحرب النووية بين أمريكا وروسيا تلك الأيام. وين كانت الدول العربية؟ في اندبات البريطاني وفرنسي، ما كانت مستقلة. كيف كانت تتصفر روسيا في ذلك الحين؟ هي حاولت أن ينقل. هذا كانت أيام الخارج، ولكن أيام جمال عبد الناصر غيرت موقف العربي وغيرت موقف الروسي. قضية هون. شيء ثاني بالنسبة لمحافظين الجدد، يسألون يطرحون سؤال، إذا اليوم يزيل أمريكا، وأنا أطرح سؤال آخر، يزيل أمريكا وهل يزيل محافظين الجدد؟ هل بارك أوباما، على أحترمه أنا شخصيا رئيس أمريكي، هل هو سيكون حر ومش مرتبط من قرار محافظين الجدد الذين كانوا في أيام كلينتون، كانوا في أيام جورج دبليو بوش، كان وينهم اليوم؟ هل قرأتم تشارلز كروتهامر واشنطن بوست؟ المقاله افتتاحي اسمه الفلسطيني، كلامه أنا تقريبا أقول لكم لا فرق بين حماس وبين ياسر عرفات وبين أبو مازن، واحد يتكلم بصراحة وواحد تاني يخفي نفس الشيء، لا يفرقون. ويقول أن هذا الشعب لازم أن ندمره. الآن القضية حساسة، الآن يقترب فكرة، يتولد فكرة اليوم في أمريكا في روسيا في أوروبا، هل سيبقى فكرة الدولة الفلسطينية مستقلة هي أو نسكر صندوق فلسطيني؟ بكرة عرب يستدعوا مع هذا الواقع. أنا سمعت أكثر من مرة أن لا، الفلسطينيين أكدوا أن ليست لديهم حق لدولة الفلسطينية. ولذلك هذا ليست قطع غزة، وهذا الحديد لهذا يطلق على أراضي الفلسطينية، هذا استفزاز للشعب الفلسطيني، جريمة كبرى، 1400 قتيل
قتلوا، نصفهم أطفال ولا نساء. فأين الثمن؟ ثمن غالي. القضية أن يفجر منظمة التحرير الفلسطيني من الجوة، وهذا كان في مجلس الوطن الفلسطيني 88 بين عرفات والجماعة المعارضة. نحن لعبنا دور هذا، منعنا انفجار داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. اليوم تاريخ تكرر على طريقة أخرى. وبرأيي أنا الحماس لازم أن يكون ليس منظمة إرهابية، منظمة التحرر الوطني، ولكن لازم أن يوجد مكان ضمن أطار منظمة التحرير الفلسطينية. إذا لا يوجد هناك إسرائيل يساعد ليمجده، يرفعه سمعته حتى يدمر منظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشرع الوحيد للشعب العربي الفلسطيني. خلاص مع شركة نسكر سفارة الدولة الفلسطينية موجودة اليوم في موسكو. بالنسبة لمهاجرين إسرائيليين في إسرائيل، روس والسوفيات سابقا في إسرائيل، أكثر الجناح متطرف. هذا ليس أشياء جديدة. أيام الاتحاد السوفيتي كانت هناك عشرات يهود تسربوا إلى إسرائيل من أمريكا، من إيطاليا، من ألمانيا. عندما فتح انهيار الاتحاد السوفيتي هاجروا 1,100,000. اليوم حوالي 1,250,000 مهاجر من الاتحاد السوفيتي السابق موجود في إسرائيل. أكثر المتطرف، أغلبيتهم على جناح اليميني متطرف. هذا حقيقة مرة ولكن نحن نواجهها. ولكن برأيي أنا ليست هم يعملوا تاكس في إسرائيل، هناك أمريكا والقوة، لأن هي تمول إسرائيل وهي تقود إسرائيل. سياسة إسرائيل والسياسة الأمريكية منسجمة، ليست سياسة إسرائيل وسياسة روسية منسجمة. يعني هؤلاء اليهود الروس يعملون على تحسين أو تضبيط العلاقات الروسية الإسرائيلية، أم أنهم ليست منقطعوا الصلة بروسيا؟ ليست هم يعملوا الجسر، هم يحاولوا أن يؤثروا على السياسة الروسية، صحيح، ولكن الروسية لا تستطيع أن يؤثر عليه على السياسة الإسرائيلية. ولذلك دور العرب، تعالوا إلى روسيا تشتغلوا معنا. الروس لا يوافق على هذا. عدد سكان أهالي اليهود اليوم في روسيا 100,000، 100,000 أقل من مسلمين في موسكو. ولذلك شو بدنا نعمل اليوم؟ إيران طبعا القضية الإيرانية حساسة بالنسبة لدول الخليج. أنا أكثر من مرة كنت أوضح بكل الفرصة ليطيح إلي أمام مشاهد العربي، قضية إيران تهم روسيا أكثر من يهم أمريكا. أمريكا 10,000 كيلومتر، روسيا هون. وأنا دائما أشير أنه في إيران مع ملف إيران نووي، في شمال إيران روسيا، في جنوب دول الخليج. مصالح دول الخليج وروسيا واحدة. برأيي أنا قضية الأمن الإقليمي يهم روسيا ودول الخليج في نفس المستوى. ولذلك اليوم امبارح كانت وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف يزور منطقة الخليج بهدف واحد، قضية الأمن الإقليمي، تنسيق في تصرفات الروسية في الخليج وفي خطوات الروسية في ملف النووي الإيراني. هذا هو الأساس. ولكن أمريكا تحب أو إسرائيل تحب أن يفجر الوضع، يؤدي الوضع إلى حرب، ويعمل مع إيران ما عملوا مع العراق، درب العسكري، تقسيم وغيره غيره غير. وتغيير النظام السياسي تحت حجة أن هناك طموحات إيرانية إلى سلاح النووي. لحتى الآن عنصر الرئيسي في تقييم الأوضاع في داخل إيران هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذا محمد برادي هدد باستقالة احتجاجا على الضغط الأمريكي عليه، هذا دليل واضح أن هو وكالة الدولية للطاقة الذرية الهيئة الوحيدة التي لها الحق الشرعي لأن يقول شيئا حول هذا الملف. أي استخبار معلومات استخباراتية أمريكية نحن نعلمها من العراق. وين سلاح الكيميائي؟ وين سلاح النووي؟
لدي صدام حسين حتى الآن يفتشون في مغارات العراقية. أوفر. بس هيك أنا أظن. الحمد لله. شكرا. شكرا جزيلا سعادة. كيف وصل بوتين إلى السلطة؟ ممتاز. هذا أهم شيء. بوتين وصل إلى السلطة لأنه هو رجل استخبارات يعرف الطرق الضرب إلى قلب بوريس يلسن المريض، ولذلك هو وجه هذه الطريقة. الحمد لله. أنا أول الانتخابات كنت لا أؤيد فلاديمير بوتين، ولكن كل عائلتي أنا انتخابات الثانية كانوا معه. شكرا. على تجربة. شكرا جزيلا على هذه الصراحة. في ختام هذه الجلسة التي سبحنا فيها مطولا في عمق العلاقات العربية الروسية، وربما سبحنا أكثر في الوضع داخل روسيا، نشكر المشاركين، نشكر التعليقات التي أتت من المشاركين في هذه القاعة، ولكن أيضا نشكر الدكتور عاطف عبد الحميد أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس خلف السفير العراقي السابق في موسكو، والسفير فاتسيلاف ماتوزوف سفير روسيا السابق في واشنطن. هذه الجلسة انتهت، ولكن الندوة مستمرة. غدا صباحا في 9:00 بإذن الله تعالى تستمر هذه النقاشات. شكرا جزيلا لك. وشكرا للرئيس.